تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجد. تحية عطرة عزيزتي، أعزائي أصدقائي الرياضيين، أرحب بكم إلى برنامجكم من الملاعب الرياضية على أثير الأم أف أم، ولا تنسوا الموقع الرياضي الشامل mfmsport.com. هذه الحصة أيضا جديدة على الأم أف أم، دائما برنامجكم من الملاعب الرياضية والرياضة على الأم أف أم في الموسم 19. دخلنا دابا الموسم 19، 19 سنة في خدمة الإعلام، في خدمة العمل الإذاعي وفي خدمة الرياضة. وإذاعتكم أم أف أم هي إذاعة خاصة وكتقدم خدمة عمومية. البرنامج في مجموعة من الفقرات أعدها لكم القسم الرياضي لنكون في قلب الأحداث الرياضية، ويرافقني كالعادة زميلي الإعلامي عن القسم الرياضي سي مصطفى بوشتا. سي مصطفى أهلا بك. أهلا أستاذ أبو سهل ومرحبا بالمستمعين. وطاقم فني نشيط ساهم في تحضير الفقرات ديال البرنامج، نتمنى أن نكون في المستوى لأننا نتواصل بنفس الحب والمحبة وبنفس الصدق والمصداقية بالاحترام والتقدير كما تعودنا على بعضياتنا، والمستمعات والمستمعين لكي يكثروا من يوم لآخر، والمساحة والأحواض ديال الاستماع ديال البرامج وخاصة برامجنا الرياضية الأحواض وكتتسع من موسم لآخر لأهمية الرياضة وأيضا للعلاقة الطيبة اللي كتجمعنا بيناتنا. إليكم العناوين. الأندية المغربية في المنافسة القارية في دوري أبطال إفريقيا، مانيما الكونغولي يرغم على التعادل أمام الرجاء المغربي بهدف لمثله. وبنفس النتيجة الجيش الملكي المغربي مع صن داونز جنوب إفريقيا، التعادل هدف لمثله. اليوم وبعد أقل من ساعة من الآن، ستيلين بوش من جنوب إفريقيا يستقبل النهضة الرياضية البركانية المغربية. الفيفا بمدينة ميامي الأمريكية تسحب قرعة مونديال الأندية 2025. الوداد الرياضي المغربي في المجموعة السابعة مع العين الإماراتي، يوفنتوس إيطاليا ومانشستر سيتي الإنجليزي. ترقبوا قراءة في مباريات الوداد المغربي معززة بالعناصر الصوتية ولقاءات مع مجموعة من الفعاليات المهتمة بالرياضة. مشاركة الأندية المغربية الثلاثة في مونديال الأندية، الرجاء الوداد والمغرب التطواني منذ سنة 2000، الدورة الأولى التي كانت بالبرازيل. في الدوري الاحترافي الأول، الدورة الثالثة عشرة، 3-3 في لقاء الفتح الرباطي وحسن والدفاع الحسني الجديدي. أولمبيك أسفي في سيناريو مثير، تعادل بدون أهداف مع حسنية أكادير. اليوم نهضة الزمامرة المغرب التطواني، المغرب الفاسي ضيف على شباب السوالم، واتحاد طنجة شباب المحمدية. يوم 19 من الشهر الجاري، النهضة البركانية النادي المكناسي الجيش الملكي الوداد، بسبب التزام الفرق المغربية الرجاء الجيش والنهضة البركانية بالمنافسات الإفريقية. وفي القسم الاحترافي الثاني، الدورة الثامنة، شباب أطلس خنيفرة تتعادل مع يوسفية برشيد هدف لمثله. الكوكب يعود بفوز ثمين بهدفين لصفر على حساب أولمبيك تشيرة. والاتحاد الإسلامي الوجدية تفوق على اتحاد يعقوب المنصور بهدف دون رد، التعادل هدف لمثله بين ستاد المغربي والمولودية الوجدية. وانفراج في سماء المولودية الوجدية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية سلمت المولودية، سلمت إدارتها
الرخص الخاصة باللاعبين الجدد ليتمكنوا من ممارسة النشاط في وضع قانوني. اليوم شباب بن قرير شباب المسيرة بالمركب الرياضي الدار البيضاء الأبجيغو أولمبيك أو الراكس تقبل رجاء بني ملال وداد فاس ضيف على أولمبيك ريبغاو بالقنيطرة النادي القنيطري مع السريع واتزم. الإبداع المغربي يودع مصطفى جمال الدين الزعري الفنان والرياضي والمبدع الجميل. ترقبوا جديد أخبار الرياضة وتفاعلكم مستمعاتي مستمعية الكرام مع مواد البرنامج. غادي نعملوا على النقل ديال الأطوار والجديد في لقاء النهضة الرياضية البركانية المتواجد بجنوب إفريقيا ضيف على ستيلين بوش. غادي نتابعوا أطوار من هذا اللقاء مع زميلنا عبد الرحيم فاكر. وقبل ذلك عبد الرحيم فاكر سيقربنا من جاهزية اللاعبين المحترفين بالخارج. ستكون لنا البداية مع المحجوب تيكي والجمع العام للنادي الملكي للتنس بمدينة مراكش، ونركز أكثر على القرعة التي أوقعت الوداد الرياضي في مجموعة قوية قد تكون مجموعة الموت إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي، العين الإماراتي وأيضا يوفنتوس الإيطالي. ما هي حدود الوداد؟ الوداد من هنا حتى انطلاق المنافسات في يونيو 2025 191 يوم. كيف ستدبر إدارة الوداد هذه المساحة دي 191 يوم؟ كيفاش يمكن لها تقوي وتعزز التركيبة البشرية بلاعبين من أجل حضور مشرف؟ الوداد تشارك للمرة الثالثة 2017 و2022 لم تكن المشاركة جيدة، ولكن الوداد على هذا النادي العريق عليه مسؤولية الدفاع على مستوى الفني لكرة القدم الوطنية، هو الممثل الوحيد في مونديالتو الأندية، والأمل أن تكون المشاركة أفضل وأرقى. ابقوا معنا على بركة الله. مستمعاتي مستمعي الكرام، البداية غدا تكون من مدينة مراكش مع زميلنا المحجوب التيكي والجمع العام للنادي الملكي للتنس. هذا النادي الملكي من أعرق الأندية واللي تقوم بواحد الدور كبير خاصة في احتواء وأيضا تنظيم أكبر التظاهرات على الصعيد الوطني، تظاهرات وطنية وكذا دولية. اللي كانت منه أن هذا النادي يعني يعرف أيضا دعم كبير وتسع أكثر مساحة ديالو، أيضا الصيانة والإصلاح يكون دائما لأنه نادي ديال الجميع هذا ديال كرة المضرب. المحجوب تيكي يقربنا من هذا الحدث بمدينة مراكش. محجوب مرحبا بك صديق محمد أبو السهل، مرحبا بالصديق مصطفى أبو شتم والحوتة وكل مستمعي راديو ام اف ام. نعم، فبالفعل صديق محمد أبو السهل كيف تكلمت على النادي الملكي للتنس فهو واحد من أعرق الأندية الوطنية واللي كيعرف تنظيم مجموعة من التظاهرات الوطنية والدولية كيف قلتي. فالنادي الملكي للتنس عقد الجمعة ديالو العام يوم سنوي يوم الجمعة، وهذا الجمعة العام اللي تقرأت فيه تقريرين الأدبي والمالي واللي تم المصادقة عليهما. فمني كنتكلموا على التقرير الأدبي فهي مجموعة ديال الأنشطة اللي كيقدمها النادي طيلة الموسم الرياضي، وعلى رأسها الدوري الدولي الحسن الثاني بالإضافة لكأس ديفيس اللي احتضنوا هذه السنة هذه، بالإضافة المجموعة ديال التظاهرات الوطنية ديال رياضة التنس بما فيها التظاهرات ديال الفئات الصغرى والفئات المتوسطة والفئات الكبيرة. فالنادي الملكي التنس اللي كيعرف يعني مجموعة ديال الأنشطة الرياضية بالإضافة للأنشطة الثقافية والأنشطة الفنية
اللي كيع فطيله الموسم الرياضي، وهذا اللي كيجرنا للتقرير المالي. التقرير المالي اللي تكلم على مجموعه ديال المصاريف اللي عرفها النادي اللي بما فيها تنظيم داكشي اللي نظم النادي من خلال الموسم الرياضي ديال المسائل الرياضيه والثقافيه والفنيه، بالاضافه للاصلاحات اللي عرفوها مجموعه ديال الملاعب اللي هي 10 ديال الملاعب اللي ما بقاتش اليوم كتقدر تستوعب يعني العدد الكبير والهائل ديال اللاعبات واللاعبين ديال رياضه التنس، بحكم ان النادي الملكي للتنس اليوم كيخلق اكاديميه. هذه الاكاديميه اللي كتعرف واحد العدد كبير تقريبا ما يناهز 300 مشاركه ومشارك اللي كيلعبوا في النادي الملكي التنس، وهاد الملاعب العصر اللي ما بقاوش يقدروا يستوعبوا هاد الانشطه الرياضيه. وغادي نمشيو نتعرفوا اكثر على الانشطه الرياضيه اللي كيعرفها النادي الملكي التنس مع الرئيس ديال النادي سي عبد العزيز تيفنوتي. شكرا سي محجوب التيكي و ام اف ام اللي عطيتونا هذه الفرصه باش نتكلموا على الجمع العام العادي السنوي ديال النادي الملكي للتنس بمراكش. كيشتو سي المحجوب، فالجمع مر في جو عائلي، لانه تنكونوا حنا من قبل كنبريباريو هذا الجمع العام، تيكونوا الناس الحمد لله تيعرفوا واش واقع في النادي، تيعرفوا التظاهرات اللي تنظموا في النادي، تيعرفوا الانجازات اللي تتوقع في النادي، تنكونوا مع بقرب الناس الأعضاء ديالنا ديما وتنتشاوروا معهم طول السنة، أي حاجة بتقاد أي حاجة بتصوب فتتكون مشاورة مع الأعضاء. هذا ما تيسهل عنا المرور ديال الجمع العام العادي السنوي. فيما يخص النادي الملكي والتقرير الأدبي ديال هذه السنة هذه، ففي الحقيقة كانوا إنجازات كبيرة. نبدأ بالأكاديمية التنس اللي في الحقيقة ولات عندنا واحد الأكاديمية كبيرة بزاف، فيها أكثر من 300 طفل، وعرفت واحد النجاح كبير حيث أنه في الحقيقة ولاو هذوك العشرات الملاعب ما تيقدوش النادي الملكي للتنس، لأنه الأطفال كاين قبول كبير على الأكاديمية ديال التنس، وكاين إنجازات اللي حققناها في التنس. نقدر يعني نقول السنة الماضية النادي الملكي للتنس فاز ببطولة المغرب في 2022-2023، ما كانش فاز بها النادي الملكي منذ السبعينات. كانوا عندنا ذكر الأبطال سي مصطفى ديسلام المرحوم سي العشراوي الشينوا وسي بن عمر الله يطول لهم العمر، كانوا حصلوا عليها في 74-75-76 منذ هذيك السبعينات، وحنا تنقلبوا على هذه البطولة وتحققت الحمد لله. ثم كاين أطفال اللي عندهم مستقبل كبير، فالآن عندنا البطل الطفل الصغير اللي وفاز ببطولة ديال 11 سنة ناصر موفق، الشاب اللي عنده 11 سنة وفاز بالبطولة، وأخيرا فاز تيفوز ديما بدوريات. كاينة شابة هي اللي عندها مستقبل كبير اللي تتفوز بجميع الدوريات الآن، ومتبعها الجامعة المغربية للتنس هي ناصر موفق، وفزنا بالبطولة باريكيب السنة 2024 اللي مرت في مدينة طنجة، فحصلنا على نتائج كثيرة بزاف. ففي الحقيقة كاع الأندية كتصفق النادي الملكي على هذه الإنجازات. فزنا بالبطولة ديال الأطفال الشبان ديال 12-13 سنة، والعاقلي اللي فازنا بالبطولة المغرب أقل من 18 عام اللي كتلعب مع النادي الملكي للتنس، ودرنا لا بريبار ديال لي ريزولتا، فكنا في النهائي أو دومي فينال في جميع الفئات اللي لعبهم النادي الملكي للتنس. فيما يخص الدوريات فالحمد لله ضمن دوريات كاين الدوري الوطني اللي تكون مشاركة أكثر من 500 لاعب من جميع الأندية ديال المغرب، كانت واحد اللجنة وهي اللي نقطات، وفي الحقيقة كان فاز النادي الملكي للتنس بمدينة مراكش، فهذه بشرى للمنتخب ديالنا للزوتوريتي ديالنا، فزنا بها باش نضموها الثلاث سنوات المقبلة إن شاء الله. فغادي نضموها في 2025-2026-2027، ففي الحقيقة هذه فخارة للنادي الملكي وفخارة لمدينة مراكش. نعم نعم نعم، التنس كرياضة الآن اللي كيخصها تزيد مازال باش يمكن تسعى الرقعة ديال الممارسة. كاينين واحد مجموعة ديال الأندية عريقة في الأندية اللي كتبقى الأندية يعني ركائز أندية اللي كنقولوا الكوكوريك في الدار البيضاء، كاينين أعمدة، كاين عندهم تاريخ، العدد ديال عطاو أبطال، عطاو أبطال تاريخ ديالهم ديال السكاكين، أيضا تاريخ ديالهم حافل 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 محجوب.
نعم صديق محمد ابو السهل، وتيبقى العنصر ديال التواصل والتشاور مع الاعضاء ديال المكتب المسير ديال اي نادي، نادي كيف ما يكون النوع ديالو هو السبب ديال النجاح في جميع الانشطه الرياضيه اللي كيقدمها النادي واللي كينجح فيها على جميع المستويات. دابا المحجوب التنس في مدينه مراكش في هذاك النادي الملكي جا في واحد المكان الى جانب يعني كبار المؤسسات وتحت المؤسسات الدوليه اللي كاينه في هذاك القريب الانجليز تما في واحد المنطقه يعني رائع، فقط ان كيخص يكون عنده واحد الدعم كبير باش يمكن يعني في الملاعب ديالو الفضاءات ديالو تشدد اكثر وتكون احسن. مادام ان كاين هذا الجهود وكاين هذا الطموح وكاين هذا المواهب والطاقات الممارسه، دابا هذا الملعب كيشتغل في الوقت اللي كنلقاو ملعب الحارتي ما خدامش، ولكن هذا الملعب اللي لنا فيه الهدوء ما كاينش فيه ما يمكنش يكون فيه شويه شغب ما يكونش فيه. أكيد الصديق محمد أبو السهل، فالنادي الملكي للتنس اللي تأسس تقريبا منذ 1930 يعني قرب يكمل قرن من الزمن، فهو يعني بقى محافظ على هذاك الهدوء ديالو والسكون ديالو بحكم حتى الرياضيين اللي كيمارسوا رياضة التنس فهم من نوع آخر، ملي كيكونوا جوج ديال المنافسين كيلعبوا فكتلقى الجمهور ديال التنس كله ساكت ومتبع يعني كيسمع غير الضربات ديال الكرة والزفارات والجمهور ديالو ديال الجمهور ديال ديالهم اللي كتكون يعني المنافسة يعني قائمة وكاين الصمت بحالو بحال الجولف، راه ما يمكنش هذاك اللاعب ديال الجولف ما يمكنش لك تجي حتى قدامو تبقى واقف، دوك الضربات ديال الكرات كتسمع وكاين بيناتهم وهذوك المنافسين بيناتهم الشبكة يعني ماشي قرب بعضياتهم ما كاينش لا تاكل من قدام ولا تاكل من اللور يعني كيكون التركيز اكثر وكيكون الاحترام ديال هذوك اللاعبين وتتسمع كيف قلت غير الزفارات ديالهم والضربات ديال الكره، ومن كتكون شي كره يعني مزيانه راه الجمهور كيصفق يعني في 20 ثانيه وتعاوتاني يعمل الهدوء والسكون الملاعب ديال التنس. وايضا السي المحجوب حتى ملي كتشوف اللاعب عندما يعني يحاول ارسال الكره او التصدي لواحد الكره او تحويل الكره لاتجاه معين وملي ما كتطوعوش الكره كتشوفو كيبقى تيهضر مع راسه شاد المضرب ديالو تيتكلم مع راسه تيقول اش كندير دابا انا شاد شي هذا كيكون حوار راه كيكون عند المدربين بجنبهم نعم كيكون حوار خاص مع المدرب يعني ما تيكونش حاجه مع المدرب كيف قال السي محمد كيكون حوار غير مع نفسه يعني بعدا كيبدا يدير مع راسو كيبدا يدير مع المضرب ديالو العتاب كيكون هذوك السواعد كيفاش كتلقاه بحال راجل بحال السياف يا اخي من فوق الضربه كيمشي كياكل ديال الارسال وديال يعني هذا عالم جميل جدا ونتمنى كل خير للتنس في مراكش وفي الأندية خاصة الأندية العريقة اللي كتجتهد وكتبذل واحد الجهد كبير. نعم أكيد صديق محمد أبو السهل كنتمنوا اليوم التوفيق ونتمنوا رياضة التنس مستقبل زاهر إن شاء الله مستقبلا ويبانوا لنا أبطال كيف شفنا العناوي والعالمي وأرازي ومحتسين وغيرهم من رياضة اللي مارسوا اللي كتتكلم على العالمي وكتتكلم على دوك لي موسكوتير اللي كانوا العناوي والعالمي وأرازي يعني نادي لا يجود الزمان بمثل هذه التركيبه هذه ان كيفاش يعني الابداع الكبير واش كون لاعب ديال التنس هذا راه طول وشرحوا راه كيخص بزاف ديال الامكانيات وهذه الانديه هذه انديه من كيف قلتي هي فيها العائلات انديه عريقة أندية اللي كاين الحياة ديال النادي كاين الناس اللي كيتشوفوا تقريبا يوميا فهاد الأندية وكيولي ولادهم كيتعاملوا مع هاد النادي هذا الحياة ديال النادي كيبقى نموذج وهذا هو اللي بغينا نشوفه حتى في كرة القدم إن أمكن. محجوب شكرا لك بالتوفيق إن شاء الله للتنس. نمشيو إلى كرة القدم وإلى الدوري الاحترافي الثاني الدورة الثامنة في الدوري كيبقى الرجاء الملالي في الرتبة الأولى ب 16 نقطة
ولكن تحت مراقبة اتحاد يعقوب المنصور اللي عنده 14 نقطة أوكي. والمقابلة ديال اليوم الأربعاء قادرة على تفكيك وعلى خلخلة هذا الترتيب. النتائج ديال الأمس كيبقى أكبر مستفيد هو الكوكب، هو الكوكب اللي مشى الأولمبيك وربقى ورجع بثلاثة ديال النقاط. ماشي سهلة تشيرة. نعم تشيرة كتوقع على موسم جيد، ولكن كان تعثر مفاجئ يوم أمس 2-0 هذا فوز بالإقناع. وأيضا أولمبيك تشيرة يعني نادي محترم، لا بالمسيرين ديالو ولا طبعا بالطبع ديالو اللي كيشتغل مع الرئيس وعطى الاستراتيجيه وعطى المشروع اللي كيشتغلوا عليه، ما كاينش مشاكل عندهم. نعم والتعثر الاخر وهو ديال يعقوب المنصور اللي عاد بهزيمه من وجده امام الاتحاد الاسلامي الوجدي. حتى واحد ما كان كيتوقع هاد الهزيمه ديال الاتحاد يعقوب المنصور. كاين مقابله قويه اليوم ايضا بين وداد فاس واولمبيك خريبكه. أولمبيك خريبكة كيحتل الرتبة أخيرة، يعني عنده جوج ديال النقط من أصل 21 فقط، جوج ديال النقط من أصل 21 بدون فوز، بدون فوز سبعة ديال الدورات بدون فوز. عندهم مشكلة السنة، مازال ما لقاوش الوصفة. 2-0 هذا فوز بالإقناع. وأيضا أولمبيك تشيرة يعني نادي محترم، لا بالمسيرين ديالو ولا بالطبع ديالو اللي كيشتغل مع الرئيس وعطى الاستراتيجية وعطى المشروع اللي كيشتغلوا عليه، ما كاينش مشاكل عندهم. نعم والتعثر الآخر وهو ديال يعقوب المنصور اللي عاد بهزيمة من وجدة أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي. حتى واحد ما كان كيتوقع هاد الهزيمه ديال الاتحاد يعقوب المنصور. كاين مقابله قويه اليوم ايضا بين وداد فاس واولمبيك خريبكه. اولمبيك خريبكه كيحتل الرتبه أخيرة. يعني عنده جوج ديال النقط من اصل 21 فقط، جوج ديال النقط من اصل 21 بدون فوز، بدون فوز سبعه ديال الدورات بدون فوز. عندهم مشكلة السنة، مازال ما لقاوش الوصفة يعطي نفس جديد، غادي يعطيهم نفس جديد. كيبقى النادي القنيطري، النادي القنيطري الطموح والاجتهاد اللي كاين ما كيترجمش. كانت البداية ديال النادي قوية، يعني يلاه عنده 6 ديال النقاط، 6 من اصل يعني من 21 نقطة، يعني عنده فوز واحد وكان فوز مهم، 3 ديال التعادلات و3 ديال الهزائم، مسجل 13 الهدف واستقبل 15، يعني كيبان على ان هذه الانديه اللي غارقه في الاسفل. اليوم عندهم مقابله مع فريق اخر غارق اللي هو سريع وادزم. سريع وادزم تكون قويه هذه، لا كل المقابلات قويه الان، قمه الدوره هي اللي كاينه بمدينه الدار البيضاء بين الراك ورجاء بن ملال. هذه قمه في المقدمه، هذه قمه في مقدمه، لان الراك هو الاخر يصارع اكيد من اجل اقتناص احد الاماكن في المقدمه. بيناتهم ثلاثه ديال النقاط، ولكن الفرق بينهم اكثر من 200 كيلومتر ما بين الدار البيضاء وبن ملال وبن ملال. اذا في البرنامج ديال العشيه اليوم أولمبيك خريبكة غادي يواجه وداد فاس مع الربعة، مقابلات كلها مع الربعة، نادي القنيطري في مواجهة قوية مع سريع وادزم، الراك في انتظار رجاء بن ملال، وشباب بن قرير هو الآخر سيواجه شباب المسيرة. نعم نمشيو لعند غادي نحاولوا نمشيو لعند عبد الرحيم فاكر، ناخذوا الجديد ديال الرادار والفار في آن واحد باش يعني الأنشطة ديال اللاعبين المحترفين بالخارج ومدى الجاهزية ديالهم، متابعة دقيقة بالدقائق وبالمحطات كلها لهاد اللاعبين هادو، كنعرفوا شحال لعبوا ديال الدقائق في الأسبوع ومدى الجاهزية ديالهم، وخاصة أن موعد كأس أمم إفريقيا اللي غيكون في المغرب 2025 يقترب، كأس العالم أيضا، والطموح ديال كل هاد اللاعبين أنهم يكونوا حاضرين في كأس العالم. صديقنا عبد الرحيم فاكر مشكور يعني في هاد المتابعة الدقيقة والاجتهاد الرائع. أستاذ عبد الرحيم أهلا بك. وسهلا بك زميلي وأستاذي محمد أبو أستاذ، زميل العزيز مصطفى بوشتا والطاقم التقني، وكل مستمعي الأوفياء لإذاعة إم إف إم
في فقرة الفار والرادار بخصوص تنافسية المحترفين المغاربة، ولا سيما كما قلت الأستاذ محمد أبو السال بأننا مقبلين على مجموعة من التحديات ومجموعة من المسابقات الإفريقية، وخير دليل هو المنافسة ديال عصبة الأفضل اللي شفنا يوم أمس الفريق الجيش الملكي وكذلك الرجاء الرياضي. البداية ديال المحترفين المغاربة بغندو بالدوري الإنجليزي وبالضبط مع الدوري المغربي، بلال الخنوس هذا صاحب 20 سنة واللي بدا كيتألق من دورة لأخرى، نجح في تسجيل أول أهداف ديالو في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة الفريق ديالو ليستر سيتي أمام ويست هام ضمن المنافسات ديال الدورة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بلال الخنوس حرز أول أهداف ديالو في الدقة 61 من عمر هذه المباراة اللي جمعته فريق ديالو ليستر سيتي أمام ويست هام، وهذا الهدف الثاني لفريقه كان هو الهدف الثاني، كما ساهم في تسجيل الهدف الأول بتمريرة حاسمة تمريرة دقيقة لأحد الزملاء ديالو في الدقة الثانية مع بداية المباراة بالضبط، وغادر المباراة بلال الخنوس في الدقة 74، واللي علق على مختلف في مواقع التواصل الاجتماعي بلال الخنوس بأنه سعيد بتوقيع أول أهداف ديالو بالدوري الإنجليزي اللي كان كيحلم به بأنه باش يلعب بالدوري الإنجليزي، الآن كيحقق الحلم الثاني وهو تسجيل الأهداف، وبالتالي نال تنقيط جيد في هذه المباراة اللي بلغ 9.3 وهو تنقيط جيد بالنسبة لبلال الخنوس اللي عنده 20 سنة لعب لحد الساعة مع رفقة الفريق ديالو ليستر سيتي 9 مباريات ومجموع من الدقائق 314 دقيقة. اسماعيل السيباري هذا الدولي المغربي الاخر كيتألق دائما رفقة النادي ديالو ايندوفن الهولندي، سجل جوج اهداف وساهم فوز ديال الفريق ديالو بي اس في ايندوفن 5-2 بحسب الجولة 14 من الدوري الانجليزي الارديفيزي، كما منح تمريرة حاسمة سجل منها الهدف الخامس، وبالتالي الفريق ديالو فاز 5-2، ولحد الساعة اسماعيل السيباري لعب 16 مباراة ما بين الدوري الهولندي وكأس هولندا وعصبة الأبطال أوروبا، سجل 4 أهداف في الدوري الهولندي وقدم 6 ديال التمريرات حاسمة، والمسؤولين ديال بي اس في ايندوفن توصلوا بعرض من أجل تفويت اللاعب اسماعيل السيباري، قيمة ديال العرض هو 25 مليون أورو، علما أنه الانتداب ديالو كان من فريق جينيك البلجيكي 1 مليون أورو فقط. وهنا كيبان أستاذ محمد أبو السال دائما اللي كانت المقولة ديالك العمل والجدية والمتابرة كتعطي الأهداف ديالها المتوخاة بالنسبة للاعبين من 1 مليون أورو إلى 25 مليون أورو اللي ولاقي بلغ دابا اسماعيل السيباري، والدقائق اللي وصلها لحد الساعة من رفقة الفريق ديالو بي اس في ايندوفن 689 دقيقة ديال اللاعب. الدوري الآخر رضا بالحيان لاعب وسط ميدان فريق فيرونا الإيطالي، تألق في الدوري الإيطالي بأسلوب ديالو الأداء ديالو على مستوى خط الدفاع، تلقى عرض مغري من نادي لاتسيو ومنه محتمل جدا انتقال إليه، خاصة أن نادي لاتسيو الإيطالي كيواجه مشكلة في التسجيل وفي الدفاع، تسجلت عليه مجموعة من الأهداف. رضا بالحيان كيبلغ 19 سنة لعب 12 مباراة رفقة الفريق ديالو فيرونا الإيطالي ما بين رسمي واحتياطي، ما هو بلغ من مجموعة من الدقائق 987 دقيقة. بالدوري الفرنسي هذا الحارس الشاب 17 سنة أيوب قابو كيوقع أول عقد احترافي مع نادي رين الفرنسي، العقد غادي يستمر حتى 2028. أيوب قابو كيتوفر على مقومات الحياة الراس الكبار من خلال الطول ديالو وكذلك التقنيات وكذلك الأشياء اللي كيتميز بها حراس المرمى، وبالتالي كيشيلوا بيه، وهذا اللي خلى المسؤولين ديال الفريق ديالو رين الفرنسي كيوقعوا معه عقد، وهو أول عقد بالنسبة للحارس المغربي أيوب قابو. في كأس ملك إسبانيا عثمان الزلزولي كيتواصل التألق ديالو، شارك 30 دقيقة رفقة الفريق ديالو ريال بيتيس ووقع الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع. عثمان الزلزولي دائما منذ بداية الموسم لعب حتى الآن 15 مباراة، خد منا 1060 دقيقة وهو أكثر لاعبين المغاربة تنافسية، 1060 دقيقة ديال اللاعب مما يؤكد الخط السعودي ديال اللاعب عبد الصمد الزلزولي. وأعلن نادي ستورم النمساوي في بلاغ رسمي صباح اليوم التعاقد ديالو مع المدافع ديال المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إسماعيل البختي، هذا اللي كيبلغ 18 سنة كيلعب ويلعب في الفريق الجيش الملكي كذلك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، وغادي يكون جاهز رفقة الفريق ديالو انطلاقا من بداية يناير المقبل. كما عاد الدولي المغربي أمير ريشاتسون إلى الملاعب رفقة فريق فيرونتينا الإيطالي بعد تجاوز مخلفات الإصابة، كانت عنده إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، يتعرض لها خلال تجمع تدريبي ديال الفريق الوطني المغربي اللي كان كيستعد لمباراة الكابون وكذلك
افريقيا او لوسوتو، وشارك امير ريشاردسون يوم الاربعاء الماضي في اكثر اختياره ديالو نعم فيورنتينا امام امبولي في كاس ايطاليا دور تومون. اللاعب امير ريشاردسون اللي بلغ لحد عام دقائق اللعب ديالو 282 دقيقه البطوله الايطاليه خلال 7 مباريات. هذا كل ما كيتعلق استاذ اسمو محمد الاستاذ اللاعبين المحترفين داخل وخارج الوطن. نعم غادي نعاود نجدد معك الاتصال عبد الرحيم فاكر للحديث على مباراه النهضه الرياضيه البركانيه خارج أرض الوطن، وهي الثانية بعد الفوز في المقابلة الأولى. النهضة البركانية أصبح الآن متخصص في منافسة الكاف وفي منافسة الإفريقية. لحظات ونعود زميلي عبد الرحيم فاكر ونمشي إلى الرابطة ديال التنس، الرابطة البيضاوية. فالآن بعد اللقاء اللي كان في يوم 18 نوفمبر بمناسبة يوم عيد الاستقلال، كانت هناك ندوة لعرض البرنامج الخاص بنادي الرابطة من أجل تطوير المستوى وأيضا الحكامة والعمل المستمر والتربية. ونادي كيتواجد منذ 1977 على مدى 47 سنة، 22 لقب في البطولة والكأس، هو نادي ديال الحي ديال درب غلف. الآن عنده لجنة ديال تصريف الأعمال يترأسها نبيل الدوني، وفيها مجموعة ديال أبناء درب غلف من لاعبين سابقين ومسيرين ومؤطرين، كاين حسن صديق، عبد الله أحمامي، يوسف عاشور، رشيد بن عكي، يونس الطاطبي، عبد الرزاق الشافعي، مصطفى المراعي، محمد المعزاوي، عبد الواحد صدقي، وعبد المجيد ريمي. هادو كلهم من ابناء درب غلف في هاد اللجنه ديال تصريف الاعمال اللي هي اللي غتهيئ الجمع العام. وهذا كيبان على ان النادي منفتح، يمكن الان واحد من الابناء يخلف عبد اللطيف الططبي، عبد اللطيف الططبي اللي تيبان على انه وعيا لمده كبيره نصف قرن من الزمان في خدمه الرابطه وفي خدمه عطى كل شيء داك الشيء اللي عنده. ارحبوا بالضيف ديالنا وصديقنا والعزيز الاطار الوطني واللاعب الدولي سعد الغني العثماني. سعد الغني اهلا بك. اهلا سي ابو السهل وسي بوشتا وجميع المستمعات ومستمعي ام اف ام. نعم كنتكلموا على الرابطه، الان داروا لجنه ديال تصريف الاعمال هي اللي غتهدد الجمع العام في واحد المنعطف. عندهم في 47 سنه تقريبا 22 لقب هذا على الصعيد الوطني، اضافه الى مشاركات وحضور عربي وافريقي، وايضا المساهمه في التحكيم، المساهمه في التسيير. رئيس الرابطه عبد اللطيف الططبي كالرئيس ايضا ديال الجامعه الملكيه المغربيه كيساهموا حتى في العصبه، في التكوين، في التربيه، في اكتشاف المواهب وصناعه الاجيال. الان اصبح عندهم عنوان اللي هو القاعه المغطاه ديالهم، راه كنا حاضرين في هذاك الملعب التصوف وداك الشيء. مني كنقولوا يعني الرابطه كنقولوا سي عبد اللطيف الططبي يعني تاريخ حافل بالانجازات، وبالتالي كنظن بانه تلقينا مؤخرا كيبان بان الرجل اعطى الشيء الكثير لهذا النادي، وبالتالي ف كيبان بانه حسب حتى دارو حتى في كل شيء يعني ديالو عطى صحته يعني المشاكل اللي عاش هذاك انه غيور على درب غلف، غيور على الرابطه، غيور على كره اليد، غيور على هذه اللعبه. فاليد الواحدة لا تصفق، ولكن كنظر بأنه رغم أنه ما نقولوش غيتنحى ولكن غيبع شي شوية، ولكن دائما القلب ودائما غيبقى يعطف. جميل هذه اللي قلتي ديما حاضر. السي العثماني قال لك اليد الواحدة، اليد الواحدة مع كرة اليد كتقول أيضا في اليد كتقول العين قصيرة واليد العين بصيرة واليد قصيرة ثاني في كرة اليد. كاين بزاف الأمثلة. اليد الواحدة لا تصفق ولكن كترفق. إيه كترفق. إيه ولكن اليد الواحدة كتكتب شيكات بالنسبة اللي عنده. وهي لا تنطبق على كرة اليد. نعم. اليد كتقضي الغرض. نعم اليد هذه هي. إذا نتمنى كل التوفيق لهذا النادي العريق إن شاء الله،
ويكون عنده كاين صاحب النوايا الحسنه، كاين السي حسن الصديق الان، وكاين واحد المجموعه ديال الفعاليات اللي بداو جهد كبير، هما داروا واحد الندوه في مناسبه عيد الاستقلال يوم 18 نوفمبر، وكان الحديث كثير على الحاضر وعلى الماضي وعلى ايضا استشراف المستقبل ديال هذا النادي العريق اللي يمكن يقدم خدمه للشباب في هذه المنطقه، منطقه ديال الوطنيين، منطقه الرائعة ديال درب غلف. ونتمنوا كل التوفيق لنادي الرابطة البيضاوية، ونتمنوا الصحيحة أيضا العبطيف الطاطبي. غادي نمشيو البداية المشاركة ديال الأندية بثلاثة، الرجاء والوداد تعادلوا هذه المرة، الرجاء الجيش والنهضة البركانية. أما الوداد غادي نناقشوا في المشاركة ديالته في المونديال 2025. كنظن بأن الانتصار الأخير ديال الرجاء على مستوى البطولة أعطاه واحد الشحنة باش أنه يمشي، باش أنه يقلب على نتيجة إيجابية، وكان يتأثر له هذا الشيء في الشوط الأول، ولكن ما قدرش يحافظ عليها مع منافس اللي نعتبروه منافس ما كانش بالشكل اللي كنعرفوه، ولكن كنظن بأنه النقطة بالنسبة للمانيما فهي مزيانة. الرجاء يمكن ضيع جوج ديال النقاط اللي هو في أحد الماسة لها، لأنه ثلاث نقاط كانت تخلي أنه يقلب كثير على نقاط أخرى، وبالتالي كتبقى كل الحدود متساوية. على مستوى فريق الجيش الملكي كنظن بأنه المقابلة ديال أمس مقابلة كانت يعني كانت قوية نظرا للقيمة ديال المنافس. الفريق الجيش الملكي كان قادر أنه ينتصر في هذه المقابلة، وكان قدر أنه ينهزم، ولكن كنظن بأنه واحد السلسلة ديال المحاولات اللي تحت ليه في الوقت اللي كان كيقلب على هدف ديال السبق، ف كيتفاجئ بهدف اللي بعطر لي الاوراق ديالو، ولكن اللي كتحسب لي انه قدر يرجع في المقابله. ديك لا رياكسيون كانت في المستوى، سجل الهدف وكان قدر يسجل الاهداف، ولكن كتبقى نقطه مهمه لانه المنافس ما كان ساهل، اربعه ديال النقاط وسان داونز يعني جوج ديال النقاط، فكيبقى دائما الفريق الجيش الملكي يعني في الصداره. نهضة بركان اليوم عنده مقابلة يعني مهمة، مقابلة لإثبات الذات، ثلاث نقاط في الدور الأول، في هذا الدور كنظن بأنه يعني كنعرفوا القيمة ديالو في هذه التدورة ديال الاتحاد الإفريقي، دائما كيوصل النهائيات، جوج ديال الكؤوس إفريقية، جوج ديال النهائيات، وبالتالي عنده قيمة ومكانته في هذا الدوري، وبالتالي نهضة بركان مطالب بأنه يحقق نتيجة إيجابية اللي تخلي أنه يمشي في مسار جيد في دور المجموعات باش أنه يوصل ربع النهاية وإلى أكثر حد في هذه التظاهرة. هذه غادي نمشيو عند زميلنا عبد الرحيم فاكر في المتابعة ديال هذه المقابلة الهامة بالنسبة للنهضة الرياضية البركانية بعد تعادل الرجاء. الرجاء عنده تعادل وعنده هزيمة، والجيش الملكي عنده فوز وتعادل، أربعة ديال النقاط، ولكن على مستوى كأس الكاف كيبان على أن النهضة الرياضية البركانية وفريق الآن غير الخريطة من اللي الله صعد وقت يغير الخريطة، بقى له لقب ديال البطولة راه كيشتغل عليه وكيحتل الرتبة الأولى، بقى له أيضا يدخل المنافسات ديال دوري أبطال إفريقيا. مقابلة اليوم تختلف عن غيرها، ولكن اللي غادي يكون عنده مشكل هو الفريق المستقبل. ياك عبد الرحيم. بالفعل أستاذي زميلي أستاذي محمد أبو سال، كنجد منك التحية والترحاب، وكذلك الزميل الإطار الوطني عبد الغني العثماني في هذا النقل المباشر لمباراة النهضة البركانية عن دور المجموعات كأس الكاف بعد الفوز الأول اللي حقه أمام فريق لواندا سول الأنغولي، وكيتزعم رفقة استاد مالي، وكذلك اليوم عندهم مقابلة مهمة ومهمة جدا. فريق النهضة البركانية كيحل بجنوب إفريقيا، وبالضبط غادي يواجه فريق ستيلي البورش الجنوب افريقي، هذا الفريق اللي حديث العهد في هذه المسابقه، ولكن كيطمح حتى هو كذلك لبصم او تاكيد الاحقيه ديالو. ولكن فريق النهضه البركانيه زميل السيد محمد بوسيل كنعرفوا السنوات الاخيره السيطره ديالو والهيمنه ديالو والطموحات ديالو اللي كتكون هي المباريات النهائيه او التتويج بهذا الكاس ديال الاتحاد الافريقي في انتظار الانتقال الى عصبه الابطال الافريقيه. فريق النهضه البركانيه السيد محمد ابو السال غادي يدخل لهذه المباراه بالتشكيله التاليه: منير المحمدي في حراسة المرمى، بقية اللاعبين هيثم منعود، عبد الحق عسال، يوسف ودايو البوركينابي هذا اللي سجل جوج أهداف في المباراة الأولى،
وكذلك محمد سادين. وسط الميدان الثلاثي أيوب خيري المالي، سميلة سيديبي وياسين البحيري، وفي الخط الأمامي يوسف مهري ويوسف زغودي وكذلك بول فاليري أداء السنغالي، المدرب معين الشعباني. في الاحتياط كل من المهدي مفتاح كحارس مرمى، عادل تحيف، محمد مرابط، رضا حجي، عماد الرياحي، محمد لامين كامارا السنغالي، أسامة المليوي وأمين مسواب. طاقم تحكيم غادي يقود هذه المقابلة أستاذ اسمه محمد أبو السال، طاقم معروف لدى المتتبع الرياضي المغربي، وهو السنغالي عيسى سي، مساعدة المواطنين ديالو كل من جبريل كامارا ونوها بانغورا، حكم الرابع حاجي مامادو سي. في انتظار انطلاق المقابله عاود لك زميلي الاستاذ اسمه محمد ابو السال. شكرا لك صديقي عبد الرحيم فاكر، مقابله غادي نتبعوا كل جديد ديالها مع السي عبد الرحيم فاكر، ولكن غنمشيو الان الى الوداد الرياضي المغربي. الوداد الرياضي المغربي وضع، هل كانت القرعة رحيمة؟ هذا هو السؤال. ثم الوداد بالتاريخ ديالو، الوداد بالقيمة ديالو، ونبقاو نقلبوا واش رحيمة ولا ماشي رحيمة. الوداد من اللي كيدخل وسط الكبار، وسط العمالقة، وسط ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي وجيفونتوس والعين، ودخل مع هذوك كلهم ما كيبقاش. احنا كنحبوه تنخافوا عليه، ولكن بالنسبة للوداد عندما يدخل وسط الكبار، المكان ديالو هو وسط الكبار. الوداد اختار الصعب، والذي يختار الصعب يختار الصعب أنه يكون مع الكبار كي يتحمل. غنأخذ فاصل قصير ثم رجع عند سعد الغني العثماني وكذا مصطفى بوشتا للحديث على الوداد يدخل المونديال للمرة الثالثة بعد 2017 و2022 الأمور لم تكن على ما يرام، ولكن 2025 نريد أن يكون أرقى. يبقوا معنا بعد الفاصل، نعود إلى مواد وفقرات برنامج من الملاعب الرياضية على الأمفهم. الوداد الرياضي يمثل كرة القدم الوطنية. الوداد الرياضي اللي تأسس في 1937 كنادي، 1939 كرة القدم، ثم كانت هناك السباحة، كان كرة السلة، كان وتعددت باش يصبح على ما هو عليه. الوداد راه من نهار حل عينيه وهو ينافس الكبار مع اليسام واليوسا والراكم اللي كانت ديال النصارى والله يسطيف وزيد وزيد وزيد. هذه هي الوداد سعد الغني. الان كنهضروا على كأس العالم، والمشاركة ديال الوداد يعني في كأس عالم الأندية هو عارف بأنه غادي يقارع الكبار. هذه التظاهرة هي كتختلف على التظاهرات السابقة، لأنه قبل كانت بنسخة مغايرة، الآن ب 32 فريق، يعني كل مجموعة فيها 4 ديال الفرق، وهذا غادي يحتم عليك أنك غادي تلاقي فريق ما أنه يكون باسم كبير. القرعة يمكن نقولها بأنها كانت غير رحيمة بالوداد، لأنها مجموعة الموت. ملي كنقولوا مانشستر سيتي وجيفونتوس والعين، سيرتو سيتي وجيفونتوس، هادو فرق بإمكانيات كبيرة، بلاعبين عالميين، بمرجعية يعني قوية، وبالتالي فالوداد من الآن خصو يوجد لها التظاهرة اللي خاصة تكون تمثيلية، ويشرف الكرة المغربية ويشرف الكرة العربية والإفريقية، لأنه ما كيمثلش فقط راسه، ولكن كيمثل الكرة المغربية والعربية والإفريقية. كنظن بأنه عنده متسع من الوقت حتى 15/6، يعني كاين الوقت باش أنه يوجد راسه. والوداد يعني هو مغاير للسنوات التي مضت. هل الآن يعني على مستوى التركيبة البشرية فهي تغيرت ب 98%، على مستوى الطاقم التقني فهو جاب مدرب اللي عنده تجربة كافية على المستوى الإفريقي، على مستوى العالمية فعنده مؤهلات كبيرة، وبالتالي الوجود دياله في كأس العالم الأندية فهي فرصة باش أنه يتبدى. والمستحيل، احنا كنقولوها المستحيل ليس مغربيا، دائما في التظاهرات الكبيره كنقدروا ان نكونوا في مستوى. نتذكر الرجاء في البرازيل مع ريال مدريد كيف كان وقدر انه يوجه الانظار ديال العالم للرجاء. كذلك بالنسبه لواحد المجموعه ديال الفرق مؤخرا في المونديال ديال قطر، كيف المنتخب المغربي قدر انه يوصل
2022 ولا أحد كان يراهن بأنه المنتخب المغربي غيوصل. وبالتالي الوداد خصو يتحلى بهاد 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 الحويجات باش أنه في لومواسيس يكون في أحضن حالته، يكونوا اللاعبين يعني متحمسين باش أنهم يلاقيوا الكبار. عندنا لاعبين للاسم ديالو مقدر بهاد التوليفة وتزيد عليها لاعبين أخرى باش أننا يكون داك الكويزيون يعني التفاهم والتجانس بين المجموعة، ونقدروا أننا يكون عندنا فريق بإمكانية كبيرة يعني بتركيبة بشرية غنية اللي تقدر أنها توقف ند للند لفريق قوي بحال مانشستر سيتي ولا جيفونتيس ولا حتى العائل الإماراتي. وبالتالي الوداد سيكبر مع هذه الفرق. يكفي أنك توجد في واحد المجموعة اللي الاسم ديالها كبير عبر العالم، وحتى أنك تدخل في المخطط ديال هذه المجموعة لأنها كتحاول تبحث على الوداد وفين كتواجد الوداد وشكون اللاعبين اللي عندها وكيف الكرة ديالها كاينة في هذا الوطن. وبالتالي كل أشياء اللي غتخلي أنه الوداد يكبر وحتى اللاعبين ديالو يكبر باش يديروا مقابلات في المستوى. استاذ الغني غادي ناخذوا معنا ربيع العفوي، غادي ندير واحد الجوله، غادي ناخذوا معنا اراء من خارج الوطن. ربيع العفوي ودادي لعب الحسنيه دكادير، كانت بدايته من 95، ثم لعب الوداد 97 98 2001 2002، ثم الاهلي ديال دبي، ثم رجع للوداد، الجيش الملكي، المغرب التطواني، الاتفاق، يعني واحد المسار حتى النادي النجمة، وكان أيضا حتى ضمن المنتخب الوطني المغربي، ولكن انتقل اختار التحليل واختار أيضا القراءة ديال المباريات واختار تفكيك المقابلات بحكم ذاك الرصيد اللي عنده ذاك الشيء اللي كيعرف. هذا شاب مغربي نعتز به، هذا غير شيبو وكل اللاعبين هذو. فعلا قلتي واحد الاسم اللي هو كبير في كرة القدم المغربية، صحيح أنه في جميع التدخلات ديالو على مستوى التحليل فهو كيتفوق ولا كيتوفق في المهمة ديالو، وكيقدر أنه يكون تحليل ديالو منطقي نظرا للكفاءة اللي عنده، نظرا للمسار الناجح ديالو على واحد المجموعة ديال الأندية المغربية، وكلها هادو تجارب لأنه تخليه يكون في المستوى ويحلل بطريقة اللي هي موضوعية احترافية. وبالتالي كيبقى ربيع العفوي يعني لاعب وإنسان مغربي اللي كيشرف هذا المسمى ربيع، كيشرف الكرة المغربية، كيشرف سلوكه وحتى في سلوكه وحتى في تربيته، يعني صراحة إنسان محترم، إنسان محترم عنده كفاءة، عنده ومع وليداته جانب أيضا روحاني ديالو رائع. غادي نمشيو لعند ربيع العفوي الحديث معاه في هاد ثلاثة ولا أربعة ديال الأسئلة اللي غادي نطرحوا ليه. بداية نقولوا له ربيع أهلا بك. السلام عليكم أستاذ أبو سال، أحييك كما أحيي ضيوفك الكرام وكل من يتابعنا عبر برنامجكم الموقر. نعم شكرا، وأنت موقر رائع. البداية المشاركة الثالثة بالنسبة للوداد في كأس العالم للأندية. بشكل عام فريق الوداد البيضاوي سوف يشارك في بطولة مختلفة عن التي كانت من قبل، بطولة استثنائية عطفا على عدد الأندية المشاركة، على قيمة الأندية المشاركة، إضافة إلى الحوافز المالية التي أعلن عنها الاتحاد الدولي. السلام عليكم أستاذ أبو سال، أحييك كما أحيي ضيوفك الكرام وكل من يتابعنا عبر برنامجكم الموقر. نعم شكرا، وأنت موقر رائع. البداية المشاركة الثالثة بالنسبة للوداد في كأس العالم للأندية. بشكل عام فريق الوداد البيضاوي سوف يشارك في بطولة مختلفة عن التي كانت من قبل، بطولة استثنائية عطفا على عدد الأندية المشاركة، على قيمة الأندية المشاركة، إضافة إلى الحوافز المالية التي أعلن عنها الاتحاد الدولي.
وجد فيها التي أوقعت فيها القرعة الوداد الرياضي مع تشيلسي وأيضا أو مع يعني مجموعة من 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 الأندية اللي هي كبيرة كبيرة، مانشستر سيتي الإنجليزي أيضا، يعني هادو مؤسسات اللي كبيرة. ملي كنقولوا جيفونتيس راه كنعرفوا واش كنقولوا، ملي كنقولوا العين أيضا، ولا ولنا نعيد نترجع فيها. كيف كتشوف هاد المجموعة ربيع؟ فيما يخص مجموعة الوداد الأكيد لا أحد يختلف لأنها مجموعة قوية في ظل تواجد مانشستر سيتي ويوفنتوس الإيطالي، يضيف إلى ذلك العين الإماراتي الذي فاز بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا والذي أقصى النصر السعودي وأقصى الهلال السعودي. لكن في ظل تواجد 12 فريق من أوروبا وأسماء الفرق المشاركة، الأكيد بأنه تواجدنا في مجموعة مثل هذه كان منتظرا بغض النظر عن اسم الفريق أو ذاك. صحيح أنه هناك مجموعة الأولى اللي فيها الأهلي المصري وكذلك مجموعة أخرى، مجموعة أوراوا دايموندز الياباني في رأي الشخصي أقل حدة، لكن باقي المجموعات فهي مجموعات قوية تضم أسماء أندية كبيرة، لا على مستوى تحقيق الألقاب، لا على مستوى النتائج في السنوات الأخيرة، وكذلك على مستوى اللاعبين الذين يتوفرون عليهم. لكن يجب أن ننظر من جانب الإيجابي كذلك من خلال مواجهاتنا لهذه الأندية، فأعتقد بأنه وجانب اللي في رأي الشخصي مهم اللي هو الجانب المادي، حكم هذا ممكن أن يزيد من المبالغ المالية، وهنا أتكلم عن حقوق البث التلفزي، لأن اليوم لما تلعب ضد السيتي تلعب ضد اليوفي الأكيد بأنه يعني عائدات البث التلفزي فستكون أعلى لأن مشاهدات ستكون أعلى، ونتمنى التوفيق بكل تأكيد لفريق الوداد البيضاوي إن شاء الله في هذا البطولة. وكذلك لا ننسى القاعدة الجماهيرية والحضور الجماهيري الذي سيكون لديه دور كبير في التعريف بقيمة النادي على مستوى الشعبية التي يتوفر عليها والقاعدة الجماهيرية التي يتوفر عليها كذلك. نعم، قبل ما نرجع لربيع العفوي غادي نديروا اطلاله على المقابله ديال النهضه الرياضيه البركانيه وسيلتون بوش في جنوب افريقيا وزميلنا عبد الرحيم فاكر. عبد الرحيم زميلي وسيلت محمد ابو السال، الدقه الخامسه كتعطي الهدف الاول لفريق نهضه البركان عن طريق اللاعب يوسف الزغودي. كانت سيطره مطلقه منذ بدايه المباراه لفريق نهضه البركانيه، وكانت تمريره هجوم جماعي كتمريره من الجهه اليسرى يوسف المهري كيمرر واحد التمريره داخل مربع العمليات، ولكن كانت واحد القفزه جميله وجميله جدا ليوسف الزغودي، ضربه راسيه رغم المتابعه ديال الحارس ستيفنز ديال الفريق ستيلين بوش الجنوب افريقي، ولكن استقرت داخل الشباك باش تعطي الدقه الخامسه الهدف الاول لفريق النهضه البركانيه امام ستيلين بوش الجنوب افريقي. كنلعبوا الدقه الثامنه 1-0 للنهضه البركانيه، مسيطر سيطره مطلقه وانتشار جيد بحكم النهج التقني المعتمد من طرف المدرب ديالو معين الشعباني 4-2-3-1، وكنعرفوا معنا الاطار سي عبد الغني العثماني القوه ديال هذا النهج التقني اللي عاطي الان بعد مرور 9 ديال الدقائق 1-0 للنهضه البركانيه امام ستيلين بوش الجنوب افريقي. قبل ما نرجع لعند عبد الغني العثماني وسي مصطفى بوشتا غادي نكملوا اللقاء مع ربيع العفوي. ربيع العفوي، بالنسبه لحظوظ الوداد في هذه الوضعيه في مونديال الانديه، فيما يتعلق بحظوظ فريق الوداد البيضاوي، الاكيد اخي بوسال انت تطرق الى مساله مهمه وهي ذكرك لعمليه التحسن، وهذا إنما يدل على شيء واحد، وأن فريق الوداد البيضاوي منذ بداية الموسم لحد الساعة ليس في أتم جاهزيته نظرا لعدة اعتبارات. فريق الوداد البيضاوي الأكيد الكل يعرف بأنه تقريبا هذه السنة فكانت ورشة
القيام بالعديد من الانتدابات بسبب رحيل العديد من اللاعبين، مع انتداب كذلك مدرب جديد لحد الساعة يحاول تثبيت أفكاره وإيجاد ممكن تشكيلة المثالية للفريق. لكن هناك بعض الخصائص أنا في رأيي الشخصي على مستوى بعض المراكز، أهم رأس الحربة الوداد البيضاوي في الحد الساعة لا يتوفر على لاعب قادر على تسجيل الأهداف بوتيرة كبيرة وتجسيم الفرص ممكن لتحصل عليها فريق الوداد البيضاوي، لأن مسابقة مثل هذه الأكيد بأنه تتطلب منك التوفر على لاعبين مميزين ذوي جودة عالية على الأقل في كل خط، وأنك تكون جاهز لخوض غمار هذه المسابقة. نحن لا نتكلم، أنا هنا لا أتكلم والتركيز على التأهل من عدمه، وبأكثر ما أتكلم على أن الفريق يجب أن يكون حاضر لكي يمثل الكرة المغربية الكرة الإفريقية أحسن تمثيل ويكون منافس جيد بغض النظر عن الفريق الذي سيواجهه. نتمنى التوفيق لفريق الوداد البيضاوي، وإن شاء الله بإذن الله أنه يكون حاضر ويكون في أتم جاهزيته لخوض غمار هذه البطولة الاستثنائية. شكرا لكم. نعم شكرا لك ربيع العفوي على هذا التحليل الرصين والرائع، وشكرا على التواصل. نخليو ربيع العفوي واللي كيتمنى الفريق ديالو بواحد الروح الرياضية العالية وأيضا بمغربيته اللي كنعرفو جامحة الفوز والتألق. ورجعوا الآن النهضة البركانية كتسجل في الدقة الخامسة، اللي كيسجلوا في الدقة الخامسة وأيضا في الرحلة. هذه كتبين النوايا ديال النهضة بركان، لأنه النهضة بركان ولا ما بقاش كي يعني كيميز بأنه داخل الميدان أو الخارجي، فالمنظومة التكتيكية ولا اللاعبين اللي عنده ولا حتى النتائج المحصلة عليها لا على المستوى البطولة على سيارة الاتحاد الإفريقي كتخلي أنه يلعب بالطريقة المعهودة. فالمجموعة اللي داخلها كنظر بأنها مجموعة متكاملة متجانسة قادرة أنها يعني تفوز بأكثر من هدف، لأنه كنشوفوا بأنه في خمس دقائق الأولى يعني بداية موفقة باش أنك تسجل في أولى الدقائق، كتبين النوايا ديالك بأنك مشيتي للسينان بوش باش أنك تضغط وأنك تدير فرص وتحاول أنك تسجل الأهداف من أول الدقائق، وهذا الشيء اللي تأتى ليه لأنه بها كيحسس المنافس بأنه أنا كين وقادر أنني نتفوق بالطريقة وبالأسلوب وبالنتيجة اللي بغيت، وبالتالي فهي فرصة. لأنه النهضة بركان الآن يعني في منعرج جيد في نتائج نضج في نتائج إيجابية على مستوى البطولة، كنظن بأنه غادي بواحد سلسلة يعني وتيرة جد مميزة، وبالتالي كتبقى فرض الإيقاع ديالو من طبيعة الحال، لأنه حتى المجموعة اللي عنده كنظن بأنه الهدف الثاني اللي نهضة بركان فهذا كيبين بأنه قوي، لاعبين ممتازين، لاعبين بإمكانيات كبيرة. يكفي نقوله على المستوى الهجومي يعني الزغودي باسيني ومهري، وهذا كيترجم أيضا أن الفريق إذا كان في الرتبة الأولى في الدوري الاحترافي الأول كيبان على أنه استعد جيدا، عنده الاستقرار التقني، عنده الاستقرار المادي، عنده تركيبة، ما عندوش وشاف طائرة خاصة أيضا. لا كل الأمور يعني في موجودة، ما كاينش مشكل مادي، ما كاينش مشكل بشري، ما كاينش مشكل تقني. تقني فبالتالي ما عليه إلا أنه يحقق هذه النتائج. ف يعني في دقائق يعني الأولى يعني جوج ديال الأهداف، هذا كيبين بأنه نهضة بركان قادم نعم. بقوة. نمشي عند عبد الرحيم فاكر والهدف الثاني. عبد الرحيم بالفعل زميلي الأستاذ محمد أبو أستاذ الدقة 13 كتعطي الهدف الثاني لفريق النهضة البركانية عن طريق نفس اللاعب يوسف الزغودي بعد تمريرة وتنفيذ جيد لمرة خطأ جانبية اللي كانت حصل لها يوسف المهري، ولكن عبد الحق العسال
كيوقع الهدف الثاني يوسف الزهودي كيوقع الهدف الثاني بعد التمريره ديال عبد الحق العسال. ومازال العطاء يعطي استاذ اسمه محمد ابو السال بحكم السيطره المطلقه ديال فريق النهضه البركاني على مجريات هذه المباراه وكذلك الفوارق فيما يخص الاداء ديال اللاعبين والدخول في هذه المقابله على الجوله الثانيه كاس الاتحاد الافريقي في المجموعه اللي كتضم كل من النهضه البركانيه ستاد مالي لوان داسول الانغولي وستيريل بوش الجنوب افريقي. وبالتالي بعد مرور 17 دقيقه دائما جوج الصفر للنهضه البركانيه امام ستيريل بوش جنوب افريقي. والموقع يوسف الزهودي يوسف الزهودي والعسال. العسال يعني اللي يعطيك واحد التمريره معسله اللي حط عليه حط لك الكره مقاده. ونمشيو غادي نمشيو الى دار السلام غنمشيو لتنزانيا غنمشيو عند رشيد مكاوي. سي رشيد مزال سيدي محمد اهلا وسهلا مرحبا رشيد مرحبا كيداير كاين الجو لان تما يمكن غادي يكون الحراره وغادي يكون ايضا ربما غادي تكون الحراره وتكون مقرونه ايضا حتى بشويه ديال 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 الرطوبه وشويه ديال يمكن تعيش الفصول الاربعه في يوم واحد الحراره والشتاء والبرد. هذه دار السلام طبعا سيدي محمد كما كتعرف ان المناخ استوائي فتعيش الفصول الاربع بين امطار ورطوبه وريح وحراره مفرطه فكان الجو يعني نقدر نقول انه شويه صعيب ولكن الحمد لله كنتاقلموا مع الاجواء اللي كاينه هنايا والحمد لله كنبلغ لك التحيه ديال السعد الغني العثماني بالبلاطو وايضا مصطفى بوشتا زميلنا الاعلامي. وتحنا كنحييو الطاقم اللي معاك مع القائد رشيد طوسيك ونادي عزام. تحياتي للسي عبد الغني والسي بوشتا والسي فاكير والطاقم التقني والمخرجين وكل طاقم تاع راديو ام اف ام وخصوصا انت سيدي محمد. مرحبا كبير انني نكون معك في هذه الحلقه. وتحنا شرف عندنا اننا ناخذ الاراء ولكن ناخذ الاراء من وراء البحار تبعتي القرعه ديال الوداد الرياضي؟ طبعا ككل مغربي وككل متتبع رياضي فتبعنا القرعه تاع فريق الوداد الرياضي اللي كانت قرعه يعني كما هي العاده دائما القرعه تاع المغاربه ما كتكونش رحيمه سواء بالمنتخبات او الانديه ولكن اللعب مع الكبار كيفرض عليك انك تكون واجد وجاهز لاي مطب واي واحد جاب بسم الله. فكنظن ان الا بغيتي تكون تقارع الكبار خصك تكون التكبير وكنظن انها هي قرعه كبيره قرعه يعني كانت مع فرق كبرى هي المانشستر وليفونتيت والعين ولكن القاسم المشترك بين الانديه باربعه هو ان السنه يعني بدايه متعثره يعني القاسم المشترك بين المانشستر ولا ليفربول ولا الوداد ولا العين. فكنظن من هنا لشهر 6 يمكن الانديه باربعه تخدم على راسها ويمكن انها توصل في كاس العالم الانديه توصل يعني جاهزه 100%. نعم سي عبد الغني العثماني لكن سؤال السي رشيد مكاوي مدرب حراس المرمى نادي عزام كيشتغل وخارج ارض الوطن دونك تكون عنده واحد النظره تيطل على 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 كره القدم في واحد العدد ديال 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 البلدان الاخرى وخاصه في افريقيا. اهلا وسهلا كي داير بخير؟ الله يحفظك سي عبد الغني مرحبا كنظن بانه لو في الواحد كيشتغل مع رشيد طوسي فالاحترافيه كاينه مع الدكتور مع الدكتور رشيد طوسي رشيد طوسي يعني الاحترافيه كاينه احتفلنا به وتبارك الله احنا متبعين المسار ديالكم يعني يعني في اوج العطاء ديالكم انتصارات تلو الاخرى. رشيد طوسي كياخذ للمره الثانيه احسن مدرب وهذا كيبين بانه كاين واحد تجانس بين المجموعه. واش بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب وبهذه النتائج قادرين انكم تحققوا المبتغى ديال الجماهير ديال الفريق؟
طبعا السي عبد الغني كما كتعرف ان يعني الاشتغال يعني في افريقيا فما شيء هو يعني السالفه هو صعيب شويه، ولكن الحمد لله يعني الطاقم التقني اللي كيرافق السي رشيد التوصيف كيجمع بين الخبره ديال السي رشيد وبين الفتوه والشباب ديال يعني الطاقم كامل. فالى نسرد عليك ان الاسماء فكما كنعرفوا ان الدكتور رشيد التوصيف هو المدرب او المدير الفني، المساعد المدرب هو سي بدر الدين الادريسي اللي كان شغال في الامارات وخصوصا في نادي الضفره، وكان يعني كمدرب رئيسي في يعني مجموعه من المحطات. مدرب اللياقه اللي هو سي ادريس واجو اللي كان شغال مع فريق الوداد الريادي وخدم مع عصبه الابطال. محلل الاداء اللي هو سي محمد كرم اللي حتى هو اشتغل في فريق الوداد وفاز مع يعني بعصبه الابطال. فكنظن ان يعني يعني الطاقم التقني يعني هو بمزيج بين الخبره وبين الفتوه، والحمد لله يعني كنعزفوا على نزل الوتر بقياده سي رشيد التوصيف يعني ديز هذيك الهارمونيا يعني ديك السيمفونيه او يعني الاشياء اللي كلما كتحتاج يعني التدريب فريق. فالحمد لله يعني كنمثلوا المغرب وكنمثلوا المدرب المغربي، وهذا يعني عبء على عاتقنا خصوصا انه بعد الانجازات الكبيره تاع المنتخبات الوطنيه والانديه الوطنيه، فانت كاطار وطني يعني كيكون عليك واحد العبء ثقيل انه يعني تشتغل في افريقيا او في يعني في العالم باسري انك تحمل الجنسيه المغربيه. وكنزيد اننا فريق يعني عندنا واحد جوج مدربين مغاربه اللي كيشتغلوا هنايا فريق يانغا اللي هما السي علاء المسكيني كمدرب حراس فريق يانغا والسي القروني الطيبي اللي هو مدرب اللياقه. فيعني كاين اطر وطنيه اللي كتشتغل هنايا في تنزانيا، وكيحصل لي الشرف انا شخصيا لاني كنكون كاول مغربي اللي اشتغلت قبل سنتين بنادي سيمبا في تنزانيا هنايا. يعني انا تقريبا نقول انني مولف على الاجواء هنا بتنزانيا. نعم انت رحاله، ما كاينش رحاله في كره ربما انت كتفيد التوصي كتفيد اكيد غادي يكون عارف الطقس خاصه في الطقس في هذه الامور هذو غادي يكون اذا منسين بعضياتكم اللي كنلقاو هذا الطاقم كله طاقم مغربي غادي تكون عندكم موائد مغربيه لقاءات مغربيه عندهم اجواء مغربيه. والتنادي ديال عزام اللي اختار هذا الطاقم راه غادي يكون اختار واحد النبته مغربيه معلوم كيستافد من كاس العالم ديال المنتخب الوطني المغربي والوصل. اذا هاد يعني السمعه ديال كره القدم الوطنيه كتخدم الاطار المغربي يا رشيد والنتائج المحققه. طبعا فحتى هنا كنستافدوا من الخبره يعني حسن رشيد التوصي زار طنزانيا قبل يعني مع المنتخب الوطني يعني فتا هو عنده تجربه في افريقيا. فكنظن هذه الخلطه المغربيه يعني صارت يعني مطلوبه في السوق التدريبي. فيعني كما قلنا ان المدربين المغاربه يعني اصبحوا يعني في العمق الافريقي كيشتغلوا في افريقيا كيشتغلوا في الخليج العربي اللي كان يعني الخليج العربي اللي اشتغلنا فيه كثير وكاين اطر مغربيه. دابا يعني كاين التوجه الافريقي لان افريقيا يعني حنا جزء منها وجزء منا. وكنت يعني حتى فريق عزام يعني كان ذكي انه في اختيار الطاقم المغربي يعني بعد الاقصاء ديالو من عصبه الابطال يعني بدايه الموسم كان جاد يعني انه خصوصا انه كان دار المعسكر التدريبي ديال بريسيزون كان داره في المغرب خصوصا في واحد المنتجع بن سليمان. وانا شخصيا كنت لاقيت معه يعني كنت انا ذاك مدرب فريق اولمبيك اسيو كنا يعني في نفس المنتجع. فكنظن ان يعني خداو سميتو الحمد لله يعني بالشغل وكما قلت لك بالقياده ديال السي رشيد التوصي وديال الاطر التقنيه كلها يعني كنشتغلوا يعني في يعني في الصميم والنتائج خير داليه. فالحمد لله يعني خدنا مجموعه من اللقاءات كاين يعني يلاه هزيمه واحده اللي انهزمنا ضد سيمبا في اول ما جينا يعني المباراه الثالثه اللي لعبنا كنا مازال ما متعرفينش على الفريق. وكانت يعني حتى الاهداف اللي كانت سجلات يعني ما كانتش اهداف يعني لان هنا غياب الفار وسيمبا يعني عنده واحد الدعم يعني لان خصوصا عنده الفار في هذه البطوله ما عندكمش الفار؟ لا 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 الفار ما كاينش يعني هذه المعضله اللي كاينه هو ان التحكيم يعني انت تعرف التحكيم الافريقي خصوصا لما كتلعب مع الفرق الكبيره خصوصا سيمبا فسيمبا عنده واحد الدعم يعني منقطع النظير. فملي كتلعب من مع سيمبا يعني غير ينسى ذاك الماتش والله ان الحكم يكون الحكم بالله ذاك الحكم يكون عنده بامير وي واخا عنده صفاره وعنده لي كارطون خصو يكون عنده. لا دابا رشيد التوصي هذاك الماتش ما كيحسبوش هذاك ما كاينش عنده عليه الرتور ما كاينش. اي واحد كيلعب مع سيمبا اي واحد كيلعب مع سيمبا ما كيحسبش ذاك الماتش ما كيحسبش سيمبا يعني
الثلاث سنوات الاخيره ما حصلاتش على الرباقه بالبطوله، كانت يانغا هي المتصدره، دابا يانغا عندها شويه مشاكل، فسيمبا رجعت يعني للمنافسه، وكنظن فاحنا نحاول ان شاء الله السنه نكسروا هذه القاعده وناخذوا الدوري ان شاء الله، يعني حتى يعني الفريق يعني ولا المسيرين يعني الحمد لله يعني مفرين جميع السبل جميع المسائل، يعني حتى هما يعني دابا يعني ولاو كيشوفوا انهم قرابين من انه يحققوا شي لقب، فالحمد لله يعني اي حاجه كيطلبها السي رشيد الطوسي ولا الطاقم يعني كتكون مستجابه بالحين. اذا شكرا، سلم لينا على السي رشيد، سلمنا على الدكتور، الدكتور رشيد واللي راه احتفلنا بك وكنهنيوك، وتكونوا بخير ان شاء الله سفراء كره القدم الوطنيه خارج الحدود، وهذا ما يمكن الا يزيد الرياضه الوطنيه ويزيدنا فخرا، وحنا الان غادي ننظموا كاس امم افريقيا 2025 وكاس العالم. وصلنا للساعه الثانيه ونصف استوديو اذاعه ام اف ام، فاصل قصير ثم نعود. مستمعاتي ومستمعي الكرام، من دار السلام بتنزانيا غادي نرجعوا الى القواعد ديالنا، وغادي ناخذوا معنا الاطار الوطني محمد فاخر للحديث ليس فقط على كرة القدم وعلى الأندية المغربية الثلاثة، الرجاء والجيش الملكي والنهضة الرياضية البركانية اللي كتناقش المقابلة حاليا بجنوب إفريقيا. غادي نقدموا أيضا التعزية لمستمعتنا ومستمعينا في رحيل مصطفى جمال الدين الزعري. مصطفى جمال الدين هو الاسم دياله الحقيقي، الزعري نسبة إلى زعير الرماني حيث تمتد الجذور ديالو قبل أن، لأنه رأى النور في هذو الوالدين ديالو، ولكن هو رأى النور في درب الصوفي بالمدينة القديمة، ثم نشأ وترعرع في فندق البشير وسط درب السلطان، وثم هناك كانت البداية. عاش ليتم في السن ديال الثالثة من العمر ديالو، كان عاشق لكرة القدم، كان يمكن يكون لاعب لكن اختار هو يا الفن والإبداع، كل التواصل معه إلا وكان دائما حول كرة القدم، حول الوداد اللي كيعشق، وحول أيضا الرجاء، والحب دياله أيضا من بين أصدقائه كان محمد فاخر وبيتشو بوينيني أحردان بودربالا واحد العدد، ولكن الأكثر اللي كانوا كيتشوفوا كتير محمد فاخر ومصطفى الشكري البيتشو. سي محمد عزائنا واحد في رحيل مصطفى الشكري بيتشو ورحيل أيضا مصطفى الزعري، لأن كلهم الله يرحمهم هاد الناس عمالقة. وكنظن أن أولا تقدم تعازي للعائلة ديالو الصغيرة، لأن كنت مرتبط بهم كتير، والحاجة رشيدة مشنوع والوليدات ديالو لا هشام لا هيبة لا عفراء لا إيهاب، هادو كاع كبروا قدامنا وكنا مع السي مصطفى، ما كنفرقوش أنا غريب، كنت معهم الله يرحمهم ثلاثة، مصطفى بيتشو مصطفى الدسوكين ومصطفى الزعري الله يرحمهم، ثلاثة ديال الله يرحمهم، ما دوزنا واحد الوقت اللي ما عمرو يتنسى، وما عمر الواحد يقدر، هذه الفترة من أحسن الفترات اللي دوزت في حياتي هو مع الناس هذو، لأن تعلمت منهم الكثير لأن كانوا هما كبروا مني ذاك الوقت، وكانوا نجوم ونجوم كبار، مصطفى بيتشو الله يرحمه اللي كان رجع من لاكوب ديمون لعب لاكوب ديمون 70، لا الزعري ودازوكي اللي كانوا دي ستار كبار، فكنا ما كنتفرقوش، كنا اكثر من اصدقاء وكنا خوت، واللي الغريب هو لا مصطفى الزعري ولا مصطفى الدسوكين كانوا وداديين، وانا مصطفى بيتشو احنا رجاوين، ولكن ما كنتفرقوش، وكتعرف لي ستار هكو هذو النجوم اللي كاينين الاغلبيه الوقت تعيشوا في الليل، في الليل كائنات ليليه كائنات ليليه كنا بما فيهم الاصدقاء الاخرين، لان ما كناش شاعر مع الزهري الله يرحمه والزهري دخل القبور، كانوا سيل جيل جلاله والتقاده والمشاهد، ما كناش كنبغوا وكنمشيو للمسرح هذا الوقت، ما كنشوفش انا دابا الان
لاعبين او لا وطور ولا سمو كيمشيو للمسرح انفتاح على المسرح. لا كنا كنمشيو للمسرح كان ثلاثه مصطفى الدسوكين والزعري والله يرحمهم ومصطفى بيتشو زياده على بتي عمر زياده على بوينيني وزيد عليهم السي احمد السعري الله يرحمه تا هو السي احمد السعري اللي كان في الاداره مع الطيب صديقي هلال عبد الطيب هلال هلال الصديق هذو كاع فقدنا عبد العظيم الشناوي هذو كلهم كانوا جوفي هذو سي محمد يعني سي محمد كاين من الاشياء اللي تبعناها ودقيقه وحصريا على عند الاثير ديال الام اف ام هو ان الوقيته اللي مصطفى شكري البيتشو الله يرحمه مشى من الرجاء الى الوداد ثم جاه العرض باش يمشي لنادي الوحده بالمملكه العربيه السعوديه اللي كان غادي يديه هو الدبع داكنا سي احمد صبري الصحفي والدا بكار عبد اللطيف بكار وبغى يدي ايضا كانوا قالوا له جيب لنا واحد اللاعب سميتو العود وما كيقلبوا على ديك النبته داك اللاعب المغربي الفنان يديه ايضا تما بعد ما داو ريفيلينو من البرازيل وداو لاعبين اخرين بيتشو ما كانش عنده هذاك الطموح انه يحترف بالسعوديه او خارج ارض الوطن وثم ما كانش ايضا تقريب من السي احمد صبري الله يرحمه ولكن اللي قنعوه هو مصطفى الزعري مصطفى الدسوكين ولكن بدرجتين اكبر مصطفى الزعري لو كان ماشي السي مصطفى الزعري اللي قال لي خاصك تمشي وتطور مستواك وتمشي والاحتراف راه مزيان وهذا وبقى عليه باش مشى للمملكه العربيه السعوديه في 79 اكزاكتومو كانوا حتى الاخوان ديال مصطفى كيلي الله يرحمه رشيد وفؤاد رشيد وفؤاد وكمال على عمر وكمال زياده على بتي عمر اللي كان هو بتي عمر ايضا سي مصطفى سي محمد مصطفى الله يرحمه ما كانش باغي يتحرك من المغرب لقى فحال شي واحد عجبه هنا واحد الكونفور بخير وكيحس براسو مزيان ما بغاش يغامر كاع في جهه اخرى هاد الناس اللي كانوا دايرين به هما اللي زون كونفينك قنعوه باش 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 يمشي وكنت انا غنمشي معاه طلبني باش نمشي معاه نعم تما قلت لي انا مازال باغي نلعب ذاك الوقت قلت لي انا مازال باغي نلعب قال لي جيبرك معايا تما ولا هادي باش تونسني وغنكون بوحدي ولازم قلت لي لا انا مازال باغي نلعب والله الا كنت غنمشي معاه وقال لي برك انا وياه ولكن غالب الله كتب لي الله يمشي تما يتوفى في هذاك الديار كل واحد كيتمنى شي نهار يكمل حياته في هذاك الديار المقدسه الله يرحمهم والله يجد عليهم الرحمات وزياده على الاصدقاء راه كاين حتى اصدقاء جمال البراوي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه افتقدناه حتى هو في هذاك البرنامج الشيخ اللي كيدوز السير الروماني يعني سي محمد كان ايضا كانت عنده واحد العلاقه مع اللاعبين كثار مصطفى الزعري ومصطفى الدسو كانت وقعت لهم واحد الحادثه سير كانوا كيقوموا بواحد الجوله فاس مكناس ولكن في الطريق بين فاس بين مكناس والخميسات وقعت لهم واحد الحادثه سير وهذيك الحادثه سير كان فيها كسور وكان فيها اضرار بالنسبه لهم هما وتم النقل ديالهم من هذيك الطريق بين مكناس والخميسات الى مستشفى ديال محمد الخامس بمدينه مكناس وكانوا جوج ديال اللاعبين اللي هو عبد العالي الزعراوي وحمد ليمان الله يرحمه يوميا كينتقلوا من فاس كيمشيو يوميا لمكناس باش يمشيو ويشوفوا بقاو معاه وحتى ملي خرجوا بجوج من الكلينيك من تعافوا واحد شويه داوهم 10 ايام في واحد المنتجع ديال سيدي حرازم تما جلسوهم 10 ايام وما معاهم عاود ثاني تما يعني كيحكي لي انا مصطفى الزعري ولا الاخوان هذه اشياء اللي كتبين العلاقه بين الرياضي وبين الفنان عامه كيجمعهم الابداع وكيجمعهم هذا الوطن الجميل محمد محمد نعم على مصطفى الزعري ولا مصطفى الدسوكين كان عندهم علاقه كبيره وكثير ومع الكويري سورتو الفوت ومع الناس ديال اللي في الفن ديالهم اللي قلت وهذيك الامور تيلمو عنده كانوا دي ستار الناس ما عارفينهمش دابا حنا اللي عشنا ذاك الوقت معاهم
راه ما يديروش 50 متر بلا ما يحبسوهم الناس وتصوروا معاهم ويعنقوهم وزو. فين ما مشاو في البلاد في المغرب كله فين ما مشاو والله ما دير 40 ولا 50 متر ما يمكنش ما يوقفوهمش الناس وما يهضروش معاهم بشكل جيد ويضحكوا معاهم. واللي انا من المحظوظين ان ولا مصطفى في الله يرحمه اللي كنا معاهم راه كاين كانوا ذاك الوقت تعالجوا في المطرحيات ديال بزاف ديال الحوايج الاجتماعيه. نعم. وخصك تشوف حوايج اللي حنا دوبلومون كنشوفوا هذاك الشيء اللي كيشوفوا الناس كلها في التلفزيون في المسرح ولكن كاين البركات معاهم الكواليس الكواليس البركه فشي طويجين ما كيفاش يتقالوا في 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 عبر الاثير لان ملي كتبرك ما تحسش بالوقت. نعم. الوقت كيدوز ممتع معهم ولكن ماشي كانوا اصدقاء كانوا خوت كانوا خوت ايضا. نعم. كان كنا ديناه معنا ومشينا باش كانت عندنا ليله الوفاء. ليله الوفاء هو برنامج قوي كنا كنقدموا على الامواج ديال الام اف ام ولكن من المحطه الجهويه بمدينه مراكش مشينا ومشى معنا انا وزميلنا الصحفي منير اوبري الابن ديالنا العزيز والصديق ومشينا في سياره واحده من هنا الى مراكش. هناك ايضا مع المحجوب التيكي ومع ايضا كنا قدمنا واحد البرنامج في ساعتين ذكريات ورحله الذكريات مع مولاي الحسن الله يرحمه مولاي الحسن زيدان. وكان هناك ايضا معنا السي محمد عاطفي الشوفاني السي عبد الله بالكاهيه السي احمد فوناكا وكل الاصدقاء كانوا معنا هناك في مراكش وقدمنا هذاك البرنامج وكان معنا هو وشارك معنا بالاراء ديالو حول الكره ديال الكوكب والكره ديال مراكش وكيفاش داك الشيء كان عنده رائع. وفين ديك كتكلم معاه على الكره كيشوفها من واحد الزاويه ديالو ديال زاويه فنيه زوايا ديالو منين كينتقد ومنين كيشوف وكان عاشق لكره القدم ومشى هو سعيد فرحان ان المغرب غادي ينظم كاس العالم مشى فرحان ان المغرب غادي ينظم كاس امم افريقيا مشى فرحان هو كيحتفظ بواحد المجموعه ديال الذكريات. كني كتكلم معاه تيقول لي فينا هما المذيعين فينا هو السي كمال الحلو تنقول لي كاين فينا هو نور الدين قديره فينا هو فلان فينا هو فلان كان عاشق لواحد ومتتبع جيد للرياضه في البلاد. هو سي محمد سي مصطفى الزهري الله يرحمه ملي كنا كنخرجوا وكنكونوا جميع ما كتفرقوش بصراحه حاجه وحده اللي ما كدوش وما كنهضروش عليها هي الكره. نعم. كان مصطفى بيتشو تا هو ما تكونش جبت ليه اللي بغيتي ما تمشيش على الكره دونك ملي كنبركو كيصحابو لنا نفرغ نهضروا على الكره انا في الكره وطابق الكره ولا والو واش كنجبدوا الريحه ديال الكره. نعم. كنت في ليا ودوتو اسمو او شدان وشدان وشدان عضياتنا ولا واحد الصدقه واحد اسمو واكثر من هادشي كنا كنأطروا في البروغرام ديال المسرحيات باش يدوزوا السبت كنكونوا لاعبين الحد حنا كنطلبوهم كنقول لهم من الاحسن حنا لاعبين الحد كيوليو دايرين المسرحيه الجمعه باش والله العظيم باش يخليو لنا تاع البرنامج لان كنمشيو ما نقدروش نمشيو للمسرح كتجي تخرج ديك الساعه 12 الوحده اللي تسجل والغد لاعبين دونك حنا كنطلبوهم الانفلونس ديالنا كانت كديال مصطفى سيغتو ديال مصطفى الله يرحمه ويسعده كان انفلونس باش يجيو الدراري وبتاعو عمر وظلمي والله يحمود وبيليني باش يجيو حنا والصعري هو اللي كان كيتكلف في هذه الاورغانيزاسيون هو اللي كان كيجيب لنا لي بيي هكا كيتبدل البروغرام على قبل باش حنا نكونوا جمعه. نعم الله يرحمه ويسعده عليه شكرا جزيلا محمد فاخر الله يرحم الجميع الله يعطيك صحتك تكون بخير وعلى خير شكرا. نواصلوا هذه من اهم اللحظات سنة الحياة مع هادو مجموعة اللي كبرنا معاهم صراحة مصطفى الداسوكين ومصطفى الزهري اللي كبرنا معاهم المسرحيات اللي كانوا كيديروا صراحة ديك العفوية في الأداء بعض المرات شي حاجة ما كتكونش مكتوبة
ولكن ما كتحس بها حتى راك دوز فلاسين. هو ساخر كي دائما كيعيش مع المجتمع ديالو, كينقل هذوك الصور اللي عنده في المجتمع كينقلهم. كوميديا ساخره, كوميديا ساخره, كوميديا بعض الصرات كتبقى سوداء وهادفه. يعني كان عنده واحد الذكاء خارق مصطفى فرج. كان يعني المسار ديالو دارو كان كيغير, كان من المؤسسين ايضا ديال النقابه الوطنيه لمحترفين المسرح. اشتغل في السينما, اشتغل من بدايه ديال التلفزيون اللي بدا بالكحل والبيض في الستينات. يعني الرجل رجل وطني, يحب الملك ديالو, يحب بلاده, يحب ويترافع, وكان كيدافع على الفنانات. هذا وعطاه الله وليدات. إيهاب, إيهاب الابن ديالو راه في كاميرامان في الرياضيه. هشام كيشتغل ايضا في المجال ديال السينما مع داكشي اللي كان كيدير الوالد ديالو. يعني كلهم كل واحد فيهم كان عنده بصمه ديالو, كان عنده المكان ديالو, والحمد لله. يعني مصطفى الدسوكين لا يتكرر, الزعري لا يتكرر. كيفاش راه الصدفه اللي تلاقاو؟ وملي سولتو قلت علاش درتو الثنائي, قال لك في المسرح قال لك ما كان في المسرح, قال لك ما كنربحوش الفلوس, ما كانش مداخيل كبيره, ولكن الثنائي يمكننا ندخلوش في الفلوس باش نعاونوا وليداتنا وكلشي. واختاروا هذاك انهم يديروا, وهذاك الثنائي ديالهم كيجي من بعد قشبال وزروال, من بعد قرز ومراش. هذاك الفن اللي كان في واحد الوقيته هما هزوا هذوك اللوحات ودوك الاحداث اللي كتكون في المجتمع, داروها في التلفزيون, داروها واحد النكته, واحد السخريه, واحد عفوي, ما كاينش كلام خادش, ما كاينش. ايوا الحمد لله, الله يرحمهم ويوسع عليهم. وصراحه الوجود ديالهم في ذاك الوقت يعني كان كيعمر الوقت ديال العائلات, لانه الاحداث ديالهم يمكن كتشوفها مع داركم, مع والديك, مع ديالهم, ما فيها شي حاجه كيف ما قلتي. وهذا كيبين بانه كانوا محبوبين من طرف الجميع. ملي كتكلم على الزعري والدسوكين, وتكلم مع احمد السنوسي وبنياز حسين بنياز, وتكلم على واحد العدد, كيبان لك دائما هذا فوق المسرح. ولكن ملي كتلفت كيبان لك ايضا فرس وعسيله كره. كيبان لك كيفاش الثنائيات كيفاش كيتبادلوا الكره, وكيفاش كيتبادلوا هذه يعني الاشياء الجميله. كاين واحد من المتتبعين ايضا معنا, واحد من المتتبعين, واحد من ايضا من ابناء ديال مدينه الدار البيضاء, عاشق للوداد بحال الزعري حتى هو الله يرحمه, عاشق للوداد, ولكن متتبع جيد كل ما كاين في هذا الدار البيضاء من فن, من ابداع, اللي هو السي محمد طلال. السي محمد طلال انا قلت له غادي نستضيفوه, ولكن ما غاديش نستضيفوه, راه ماشي ضروري ان تكون عنده صفه ولا تكون عنده. محمد طلال اولا قلم, ثانيا هو يمارس حتى الاعلام, وشفتي الحضور ديالو المتميز مع الوداد, كان ناطق رسمي ومحب, ولكن عدة مناصب ولكن وكان ناجح فيها كاملة, كان ناجح فيها. وأيضا هو الودادي, ملي كتشوفو تتحتار. علاش؟ حتى ملي غادي يكون غادي يمثل الوداد كتشوف أولا التصريحات ديالو, ثم أيضا لباسه, مظهر أناقته, مظهر ديالو, كاريزما, يعني وعطي له زوين بعد. التمثيلية في المستوى, التمثيلية في المستوى. غادي تهضر على الوداد خاصك تكون متكامل. وثاني وحتى التصريحات ديالو فيها الدفاع, كيدافع ولكن بقبضة من حديد, ولكن بقفاز من حرير, بشراسة وبلا ما يجرح, ولا يخاف الله لومة لائم. معلوم سيدي محمد. تبارك الله استاذ ابو سهيل. شوف حنا كناخذوا الاراء ديالك, كناخذوا الاراء ديالك, هذاك الشيء اللي كاين. حنا شوف الصفه اللي عندك هو انك انت مواطن مغربي عاشق لكره القدم, محب لنادي ديالك, هذا الحب ديالك اللي هو الوداد. حتى واحد ما حيدوا لك. والاراء ديالك راه نبقاو نستعنوا بها, هي تعنيك انت وتعنينا حنا ايضا, وتعني ايضا الوداد, النادي اللي كيحبك. بغيت غير نشوف التفاعل ديالك مع القرعة الآن. أكيد سي أبو السهيل, اسمح لي بعدا نشكرك وشكون اللي معك في كاين السي عبد الغني العثماني والسي مصطفى بوشتى الإعلامي.
سي مصطفى بوشتا غني عن التعريف وسي عبد الغني تحياتي لكم والمستمعين الكرام ديال القناة المحترمة والراديو المحترم دائما والمتألق MFM. في الحقيقة هاد القرعة تبعناها كاملين، اولا احنا بالكاسكات ديال الوداديين قبل ما ولا بغينا نقولوا مسير سابق، ما كانش عندنا بزاف اختيارات حقا في المستويات ديال الفرق المشاركه. هو كان امر يسرنا وكيشرفنا بزاف بزاف بزاف، واللي حضور الوداد ضمن 32 فريق عالمي بكل المقاييس في غادي نقول في اول نسخه من كاس العالم اللي ما بقاش سميتو المونديالتو، لان هذه كوب جديده وهذه منافسه جديده بمبالغ مازال ما تاكدتش، ولكن مبالغ اللي كنشوفها داكشي كثير اللي كنتمنوا انه يكون على ارض الواقع. كيف ما كيقولوا نوبا كيقولوا 50 مليار 20 مليار كيف ما بغى يكون المنحه كتكون مهمه. اللي كيشرفنا حنا كوداديين وكمغاربه هو تواجد الوداد، واللي غيخلينا مباشره اننا نشكروا الناس اللي وصلوا الوداد لهذيك المحطه. اكيد انا غادي نقول لك، شوف انت واحد من هذيك التركيبه اللي تحملته حنا تبعنا. اولا السي سعيد الناصري الله يفرج عليه، هو يعني في هاد السنوات من 2014 الى 23 شفنا اشنو اللي بدل هو والناس اللي كانوا معاه في الرحلات المكوكيه. ايضا الوداد ما كان كينقص حتى شي حاجه في زمن هذا الرجل هذا. انا كنتكلم على الرياضه، وانا من واجبي انني نقول على ان الناس اللي كاينين الان انا يعني معتز بهم الله يعاونهم مزيان يقوموا بالدور ديالهم، ولكن الناس اللي اهلوا حتى داك الجيل ديال اللاعبين اللي اهل، ما بقى حتى واحد من دوك اللاعبين واقيلا، كاين تغيير ديال المدرب، كاين تغيير ديال اللاعبين، كاين تغيير ديال التسيير، كاين تغييرات كثيره. باقيين بعض اللاعبين اللي عاشوا معنا هاد العشر سنوات ديال تالق الوداد على المستوى القاري والمحلي، ولكن بصفه اخرى وهي بحال دابا معنا نصير، معنا النقاش كمؤطرين ولكن كلاعبين ما بقاوش، ما كاينش. لا ما بقى حتى شي لاعب، ما بقى حتى شي لاعب. كيف ما قلت انا غادي نشكر السي سعيد الناصري على راس هذا الهرم هذا اللي وصل الوداد لهذا المحفل العالمي والدولي، وكنشكر بزاف بزاف جماهير الوداد اللي لولاها لما كنا غنكونوا كنتواجدوا تما، المدربين كلهم اللي دازوا من طوشاط حتى الاخر مدرب اللي بقى وحتى هذا نيت اللي كنتمناو ليه المكولة. نعم اللاعبين كلهم، المؤطرين، المستخدمين، السائقين، لان كل شيء صنع واحد الجو ديال الممارسه اللي مهمه، بما فيه الناس الاعلاميين، بما فيه راديو MFM اللي كان كيرافقنا الممثل ديالهم ملي كيكون عندنا شي ماتش الاكستيريور، الممثلين الاعلاميين ديال بزاف المنابر الاعلاميه الرياضيه المغربيه. دونك ما خصناش اليوم اللي وصلنا لهاد الدرجه، لهاد بين بارمي 32 فريق دولي وعالمي، اننا نبخسوا للناس الجهود ديالها. كل واحد كنقول له من هذا المنبر ديالك شكرا جزيلا لانكم وصلتوا الوداد لما وصلت اليه اليوم، واللي كنتمنى ان تكون قفزه حقيقيه ونوعيه لتغيير المسار ديال الفريق نحو احتراف واقعي ان شاء الله بعد كاس العالم المقبله ان شاء الله. في كلمات القرعه غنقولوا كانت رحيمه، كنعتقد ان الوداد ما محتاجاش شي حد يقدم لها شي حاجه ولا شي، ملي وصلت تما ما بقى لا رحيمه ولا راه مع الكبار حتى هي كبيره حتى هي غادي يخافوا منها. وكيف ما قلت لك في الاول ما كانش عندنا اختيار بزاف، كتبغي فريق هذا على هذا ما منوش غادي الا قلنا ما طيحش مع اليوفي ومع المان سيتي تلقى مع الريال، الا ما تلقيتش مع الريال تلقى كلشي فرق البير. مع الباير زعما، وحتى الفرق الافريقيه اللي ما كانش تنظيميا في الترتيب في التواجد ديال الفرق على المجموعات ما كانش ممكن ان نتلاقاو بها. ولكن واش غادي نقولوا الاهلي ماشي فريق كبير؟ غادي نقولوا سان داونز ماشي فريق كبير؟ الترجي التونسي، كل الفرق انا كنقول، ولا الفرق اللي من امريكا اللاتينيه فلامينغو البرازيلي وفرق كل شيء فرق كبيره. الوداد يجب كما قال السيد الرئيس، ولو انني
ما عنديش القبعة اللي نتكلم، ولكن أنا كمتسبع وكودادي وكمنخرط أيضا عجبني الخرجة دياله، لأنه قال الوداد لا بد خصها ترجع بشي حاجة من تما، لا ما رجعتش بالكأس لأن كتبقى الرياضة هذه ما غاديش نقول ضرب من الجنون، ولكن كل شيء من كان يتنبأ للمغرب أنه يفوز على بلجيكا ويفوز، أول ما شفنا المجموعة اللي طاحت فيها في القرعة كل شيء بدأت ذيك الرواية اللي كيقولوا المغاربة دائما الطيارة بقى أمارش أمارش وكذا، ولكن وصل معنا رقدايك وصلنا للدومي فينال ولينا كنقارعوا فرنسا لآخر لحظة، وبترتيب في التواجد ديال الفرق على المجموعات ما كانش ممكن أن نتلاقوا بها، ولكن واش غادي نقولوا الأهلي ماشي فارق كبير، غادي نقولوا صندوز ماشي فارق كبير، الترجي التونسي كل الفرق أنا كنقول ولا الفرق اللي من أمريكا اللاتينية فلامينغو البرازيلي وفرق كل شيء فرق كبيرة، الوداد يجب كيف ما قال السيد الرئيس ولو أنني ما عنديش القبعة اللي نتكلم، ولكن أنا كمتسبع وكودادي وكمنخرط أيضا عجبني الخرجة دياله، لأنه قال الوداد لا بد خصها ترجع بشي حاجة من تما، لا ما رجعتش بالكأس لأن كتبقى الرياضة هذه ما غاديش نقول ضرب من الجنون، ولكن كل شيء من كان يتنبأ للمغرب أنه يفوز على بلجيكا ويفوز، أول ما شفنا المجموعة اللي طاحت فيها في القرعة كل شيء بدأت ذيك الرواية اللي كيقولوا المغاربة دائما الطيارة بقى أمارش أمارش وكذا، ولكن وصل معنا رقدايك وصلنا للدومي فينال ولينا كنقارعوا فرنسا لآخر لحظة وبالفرق المغربية لعبوا الكرة ديالنا اللي كنعرفوا في ديال 90 دقيقة وما يكون إلا خير، وقبل كل ذلك يجب أن نعد فريقا متكاملا ديسي إن شاء الله لكم ديمو إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سي محمد طلال، مرحبا بك هذه داركم في كل وقت، كنعتز بك، تساهم في الإعلام، تساهم أيضا في الرأي، تساهم بالمحبة ديالك والعشق ديالك للرياضة، حافظ على النخوة ديالك. شكرا لك، شكرا شكرا. إذن هذه الآراء اللي كنجمعوها كتشوف على أن الكل بغى، وأن ولت مع كرة القدم مع هشام الدقيق مع وليد الركراكي مع واحد مجموعة ديال المؤطرين العالمية، ولت كتبان الأمور بالباب الواسع مقدة، كاين رواج، كاين رواج على المستوى الرياضي الزوينة هذه ديال الرواج، كاين حركية صراحة، لأنه من المونديال الفوتسال الكرة النسوية الآن الوداد في المونديال كأس إفريقيا ديال الفرق المشاركة كأس العالم ديال المغرب أقل من 17 سنة أو فئة سنية كلها المغرب لكأس العالم 2030، يعني ديك الطفرة النوعية اللي جاية اللي كتشهدها المغرب، كلها أشياء اللي ولا كرة القدم عندها واحد القيمة، تي جي في صناعة الطيارات صراحة هادشي كلشي غادي يرجع بالنفع. نشوفوا المباراة فين وصلت ديال النهضة الرياضية البركانية سي عبد الرحيم زميلي وسيدي سي محمد ابو السال ومع كل مستمعي الاوفياء لإذاعة ام اف ام، نهاية الجولة الأولى الحكم السنغالي عيسى سي أعلن عن النهاية بفوز فريق النهضة البركانية بجوج لصفر، هدفين معاً ديال يوسف الزغودي اللي كان في الدقة الخامسة والدقة 15، الهدف الأول اللي كان تمريرة جانبية ديال يوسف المهري، والهدف الثاني كان تنفيذ ضربة خطأ من أيوب خيري، هذا من اللاعبين الشباب اللي كيأكدوا الحقية ديالهم والتطور ديال الإمكانية ديالهم من مباراة لأخرى. جولة كانت كل أغلبية سيطرة مطلقة ديال فريق النهضة البركانية اللي عرف كيفاش يكون انتصر جيد في الميدان، كذلك البناء الهجمات قرب ديال الخطوط للدفاع على وسط الميدان للهجوم، وكذلك كان تردد فعل في اللحظات الأخيرة ديال فريق الفريق الجنوب إفريقي سيلين بوش هذا الحديث العهد فيما يخص تأسيسه وكذلك، ولكن أرضية الملعب كانت جيدة، هذا من الملاعب اللي احتضنوا كأس العالم 2010، هذا خلاف الارضيه سي عبد الغني ديال الامس اللي كانت ارضيه سيئة. يعني موكيت كيف تيتقال موكيت يعني عشب اصطناعي مع الحراره ديال تلعب المقابله مع الجوج والحراره 32، يعني راه غريب بالفعل. استاذ اسمه محمد ابو السال كان مباراه ارضيه ديال الملعب الارضيه اكثر من جيده، عشب طبيعي جيد، والاكثر من ذلك استاذ اسمه محمد ابو السال المتميز هو الخريطة ديال المملكة المغربية الشريفة على قميص فريق نهضة بركان، نعم. الشوط الأول منتصر على السنين بوش جنوب أفريقي 2-0. شكرا لك،
يعني العشب الاصطناعي مع الحراره ما كيسقيوش الرطوبه وحتى التوقيت التوقيت ديال الجوج يعني ما فهمتش انا كيفاش كيطار لا في صالح لا في صالح فريق الرجاء ولا لا في صالح فريق طلع من, من, من يعني من اختيار التوقيت فهو كيكون مناسب للفريقين بجوج بانه يديروا مقابله في مستوى ما يمكنش انك تستغل التوقيت باش انك تاثر على الفريق. وهما الكاف كان قالوا على ان ما بقوش يبرمجوا المباريات يعني كان قالها كان قالها الرئيس ولكن كنظن بانه كتب لك الجوج يعني تراجع حرام ان نشوف حتى اللاعبين انهم كيشوفوا في هذا التوقيت. نعم لا صعيب ناخذ فاصل قصير ثم نمشيو لعند غادي نحاولوا ناخذ معنا ايضا اراء اخرى ترقبها مستمعاتي مستمعي الكرام دائما حول القرعه الوداد الرياضي ممثل المغرب في المنافسات المونديال وكيبقاو ايضا لقاءات اخرى اللي غادي نبرمجوها الاسبوع القادم ايضا مع مخرجنا فيما يتعلق بالحديث على كاس العالم ديال سنه 2000. اوسكار فيلوني يتحدث كيفاش علاش ما مشاش وكيفاش مشى فتحي جمال ثم فتحي جمال. اذا هادو جوج ديال اللقاءات اللي غادي نوعدكم بها الاسبوع القادم ان شاء الله. فاصل قصير ثم نعود. تحياتي مستمعي الكرام دائما على الام اف ام وبرنامجكم من الملاعب الرياضيه. غادي ناخذوا راي اخر وغنمشيو الى النادي العسكري نادي الجيش الملكي. غناخذوا معنا السي عبد الملك العزيز عبد الملك. حنا تنقولوا له العزيز نسبقوا العزيزيه الاولى عبد الملك. حنا ديما شتيه وغير الهاتف والواتساب ولكن توحشناه بزاف نبر علينا السي العزيز صديق الاخ هو عنده الراي ديالو غتشوف القرعه وبعدا صاحب النكسه وما يخافش هو لا يعني ما غتخلعوا لا مانشستر سيتي لا والو ولا تقول مات عبد ما كيتخلعش سي عبد الملك. السلام عليكم ابو السهل. السلام عليكم سي عبد الغني. واش راكم لعبتوا الماتش بلا بينا؟ ما جيتيش راكم في الفيسبوك لا سميتو الواتساب راه في كل شيء ما جيتيش كان هادي راه قيدنا لك انت احسن وسيله الدفاع هي الهجوم انت ما جيتيش بالضربه لا تكرابيد بصحة وراحة بصحة وراحة احنا ديما خويا لا احنا ديما محتاجينك اخويا سميت كبيرة عندي واحد ان شاء الله واحد تورنوا غادي يكون ان شاء الله قريبا فاش غادي تكون الوداد في الميريكان تلعب داك الشيء. انا عندي تورنوا غادي نديرو ان شاء الله في الميريكان وغادي السيد انا غادي نكونتاكت معاه وغادي نجمعوا بعض اللاعبين ان شاء الله في المنتخب وغادي نمشيو ان شاء الله نلعبوا تماك مع فرق ان شاء الله ان شاء الله. دابا انت راك علاش حنا بغينا ناخذ الراي ديالك انت امريكي بعدا لانك تمشي الميريكان بزاف. انا مغربي ابين عن جد لا هادشي ما غاديش يحيدوا لك امريكي حتى تمشي نشوف هذيك البلاد ونشوف الحضاره ديالهم فين وصلات وفين هذوك الناس فين بعدوا العالم باسري هذاك الشيء. اما راه قال لك البراني عقوبته البلاد وما كاينش اذا كتمشي الماريكان بزاف الماريكان وقول لنا دابا القرعه شنو الراي ديالك في القرعه ديال الوداد. اول حاجه اللي غادي نقدر نقولوا بكل صراحه وبعبارات صحيحه واوضح نقولوا الله يفك سره هذاك السيد اللي راه في الحبس اللهم امين اللهم امين راجل خدم وما خلى ما دار واجتهد وعطى للوداد شيء كثير ولكن تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن او لو بلي شونسور اللي نقولوا ليه مرضي الوالدين ولدت امه في ليغا بيضاء هو يتمنى يعني تنقولوا هذه العباره هذه ولدت امه في ليغا بيضاء لا كوب دي موند وعطى للوداد حيد لها الكريدي ديالها ربما واحد 50% وهي الوداد غاديه ان شاء الله غادي تصاوب فرقه مزيانه لا 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 كوب دي موند ان شاء الله لي ولكن اللي زوين بزاف وان خزينه الوداد غادي تبرع مزيان ها هو مازال باقي ما عطاوش الارقام ما كاينش شي حاجه اوفيسيال هو الخير غادي يكون هو الخير غادي يكون غير هو مازال راه نقولوا واش ابو سعيد واش جيت نقولوا
دولة عظمى هي اللي تتحكم العالم وغادي ديرنا جوج دريال كي راه ماشي فيفا اللي غادا دير السي عبد المعدلات الاشهار هاد وداك الشيء كلشي راه غادي تكون الامور مزيانه أيه. الحمد لله هو الانسان خاصو يخدم في هذيك اللحظه يخدم بواحد العقلانه والسرعه تقتل والانسان يريح مع الحكماء ومع الناس اللي بعقلو ويشوفوا اش يديروا واش غادي يديروا انتدابات يعزوا الصفوف الفريق الوداد او لا يخليوا المجموعه ككل والليسونسيل هو المشاركه وكيف ما قلنا راه كما قلنا في لا كوب دي مونديال قطر الاغلبيه ديال المغاربه قالوا راه الطياره راه غادي تبقى نايضه باش غادي يرجع المنتخب شوف فين وصلنا للنصف النهائي لهذا لا خوف على الوداد ربما كاين شي شويه ديال الروتوشات اللي خاصهم يترقاو با هذيك لا كولون فيرتيبرال لا كولون فيرتيبرال ديال ليكيب خاصها تسودا مزيان وانا جو سوي سير سير ان الوداد غادي تمثل المغاربه احسن تمثيل في الولايات المتحده الامريكيه وكاين جاليه مغربيه في المدن اللي غادي يكون فيها المنافسات غتكون المقابله الاولى غتكون في فيلاديفيا هي الثانيه والثالثه غتكون في واشنطن واو دابا عبد الملك العزيز راه كيمشي للامريكان بزاف وغادي ديلي فيها راه بعيده على نيوجيرسي راه هي في قلب نيوجيرسي راه يعني ما كملاش واحد ميم با واحد 40 مينوت يعني قريبه وتماك مع وتماك عامره في المغرب المباريات الاولى والثانيه بحال الا قلتي دابا المحيط مع العكاري ياك اي ديال 18 22 وتماك الاغلبيه انا مشيت تماك وتندور بواحد تندور في السيرفيت ديال الجيش والله الا تندور بالله تماك فيها تينقزوا عليه الوداديين وهذه ما وداد والوداديين الجيرين تماك وتبارك الله بزاف 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 ولكن كيف ما كان الحال ودادي رجاوي عسكري فاش يمشيو تماك راه الوداد تتمثل المغرب ما بقاش دابا اي واحد كيف ما كان نوع في اي دوله فاش تجي فرقه في المغرب راه تيكون الشعار الوداد المغربي ماشي الوداد البيضاوي الوداد المغربي نعم 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 ماشي كاستيون ديال هادي ولا نتمنوا ان شاء الله والجو تما الطقس ديال غادي يكون عندك لا جورير هذاك انا حضرت هذا العام اللي دار في جوان تماك الجو مزيان معتدل ما كايناش الرطوبه اش نقول لك الناس يخرجوا ب يعني بالشورتات يعني ما كاينش ديك الحراره بزاف وما كاينش ديك البروده بزاف نعم حنا ما نلصقوش ديك الرطوبه داك راه حنا شوف راه جبنا كاس افريقيا في 85 وراه ما كانوا لا طيارات لا والو لا نقول لك راه كنا تنمشيو غير بيد الله وصافي على عزيز تريح في المطار نعم انا فلوس راه سابقك راه كاين تما لا هو في موريال في موريال راه كاين عزمي خليل تما كاين عشاب كاين واحد العدد هذوك كلهم خصهم يتحركوا كل شيء خاصو شوف حسن زريقا كاين حسن موحيد حسن موحيد حسن موحيد تماك غادي ما تيصيفط لي قال لي واخا هو رجاوي غادي يجي يتفرج في الوداد وكاين عبد الرحيم حسن نويفا أيه. عبد الرحيم ديال الاطوال كاين واحد العداد كاين عداد كاين وراه دابا راه ولدو ولادهم ولاو منتمين لهذاك الفريق اللي تيبغي باهم يعني راه كاينه احنا ليسونسيال هو ان الوداد خاصها تجمع جميع المكتسبات ديالها ويقولوا كلمه واحده انا حذاري ثم حذاري فاش يسمعوا الصفقه ديال الفلوس ويبدا كل شيء يبغي يشرق كل شيء يبغي يدير تتولي الفرقه ماشي هي هذيك نعم لان الرجاء اللي شاركت في 2013 من بعد منا راه كان عندها ديون وكان عندها مشاكل يعني داك الشيء اللي كان الرئيس ايضا ديالهم الله يفرج عليه راه كانت مداخل كثيره ولكن كان خاص يكون استثمار جيد باش يمكن ان هذاك المشاركه في هذاك التظاهره يعني يعود بالنفع على الفرقه والفرقه تكون احسن من بعد من تشارك في المونديال ماشي يلا بغي يخمموا فيها نعطيهم حنا الفتوى من هنا يمشيو يقلبوا على تيران هما يصاوبوا تيران الوداد الوداد راه عندهم وين نس عندهم داك
بنجلون هذاك سيتان سونتر هذيك سونتر دو فورماسيون هذاك نعم تيران تيران ديالك تعرف راه باقي الان شي فرقه في المغرب ما دارتهاش راه نهار ديرها شي فرقه في المغرب غادي نقولوا لي هذا هو التسيير العقلاني هذا هو التسيير الواعر ان نعم. فرقه غادي دير ملعب ديالها خاص دير فيه القهاوي دير فيه دير فيه لي ريستو دير فيه كلوب دير فيه اللي بغات وهذاك هو المشروع اكيد اكيد قال الواحد الى مات غادي يقولوا الله يرحم مكوار عبد الرزاق مكوار خلى لينا هذه الحاجه الله يرحم سعيد الناصري ودار لينا هذه اللعبه اكرم واش الواحد عيد الزيز الحاج محمد بن جلون نعم نعم دايز مع الصفقه وغادي مع الصفقه غادي مع انا تنقول كفى اللهم الانسان يخلي باقي تنذكر واحد الخطاب ديال سيدنا الله يرحمه ويسع عليه ضيقة القبور الحسن الثاني حينما ريح مع 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 مع, مع المهندسين ديال 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 المغرب وبقاو تيهضروا قال لهم انا فين ما دزت تيقولوا لي الحسن الباني تيبني الحسن اشوف اجي راكم المخير فيكم درش فشي 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 عماره ودار فيها الجرادي وبغيت نشوف الجرادي كله وبقى تيخطب تيخطب للاخر وقال لهم هذا البيت شعري الله يرضى عليكم الى ما علموه الابناء ابنائكم تلك الاثار تدل علينا فانظروا من بعدنا الى الاثار يعني اللي خلى شي حاجه راه غادي يتذكر عليها خليتي واحد الاثار زوين راه غادي يقول هذا ديال من هذا ديال فلان والله هذا هو اللي خلى شكرا لك سي عبد الملك العزيز الشاعر ايضا ماشي غير وشاعر في الملاعب الرياضيه ورجعوا للبلاطو يعني كاين الان احنا خدينا واحد لاعب دولي واطار وطني وكيمشي الميريكان باستمرار وكيقربنا من هذه الاجواء ايضا وفعلا دابا المشاركه ديال الوداد فهي ما كتبقاش منحصره فقط على الوداديين يعني جميع المغرب كامل المغربية. لانه هذا فريق اللي كيمثل المغاربه كاملين فريق اللي غادي يمشي لهذه التظاهره باش يشرف الكره المغربيه الخاص الكل يكون يعني في جنبه يشجعه وبالتالي إذا كانت شي نتائج إيجابية فهي غتخلي السمعة طيبة لفريق مغربي اللي قدر أنه يضاهي فور كبيرة وبالتالي كنظن بأنه المساندة ديالنا لا مشروطة للوداد وكنتمنى أنها توفق في المهمة ديالها ودير باركور مزيان لأنه النتائج إيجابية غتخلينا كلنا ناشطين صراحة نعم نمشي ونأخذ معنا السي أحمد نجاح مرحبا محمد ابو نزار ابو طريق والام الامريكاني الشاعر استاذ ابراهيم الشاعر من امريكا نعم بالنسبه قبل ما نهضروا على القسم الثاني بالنسبه للوداد سي محمد كلنا مغاربه كلنا وداد لكن الوداد باش حنا نطمئنوا خصها من دابا نبداو نشوفوا الوداد ماشي حتى تبغي تمشي تلعب الدوره البطوله الانديه الابطال دابا خصنا نمشيو حنا مطمئنين بان الوداد غادي في البطوله ديالنا وتبين بان راه فعلا نقدروا نقولوا راه قد تكون شي نتيجه اما نبقاو حتى تبقى بلا بلاتي راه غادي من دابا خصهم يخدموا ودابا شوف السي احمد اللي عندنا المثال اللي عندنا كان مجلس ديال الوزراء في يوم الاربعاء نعم. وسيدنا كتشوف الله يشافيه الله ينصرو كيفاش كيتبع الان ان المونديال بقى ليه 2013 يوم اللي بقى المونديال وكيسول كيفاش شنو اللي غادي يدير وكيفاش غتكون اللجنه موسعه والكفاءات من المغرب وخارج المغرب وكيفاش فوزي القجع الان واقف على هاد الامور هادي مع واحد المجموعه ديال الناس راه هذا هو اللي خاص يكون باقى إيه واحد ست سنين ولكن ست سنين راه يغدى فعلا سيدنا نصر الله انه شوف من دابا كيما 2000 وكذا يوم ومن دابا كيوجد بحال جديده الوداد تاهما راه من دابا بينوا لنا في البطوله باش النهار تمشيو نكونوا مطمئنين ان عندنا نعم. غادي بقى معايا السي احمد ندير اطلاله على مباراه ديال النهضه الرياضيه البركانيه في جنوب افريقيا مع زميلنا عبد الرحيم فاكر اخر اتصال النهضه الرياضيه البركانيه المغربي متفوق بهدفين الى صفر واش هي نفس النتيجه عبد الرحيم بالفعل زميل وسيدي سمح محمد ابو سال دائما كنلعبوا الدقه السادسه من الجوله الثانيه دائما 2-0 لفريق النهضه البركانيه امام فريق سينيل بوش
الجنوب الافريقي. الجوله الثانيه بدات بقوه من طرف فريق جنوب افريقيا ستيلين بوش، بحيث تحصل على اول ضربه زاويه في الجوله الثانيه مع الدقه الثانيه، وبالتالي دخل الحارس منير المحمدي اللي كانت لي عنده الكلمه الفصل، وبالتالي كسر هذا الهجوم ديال فريق ستيلين بوش اللي بدا الجوله الثانيه اكثر حركيه من الجوله الاولى اللي كان فيها مسيطر فيها طولا وعرضا فريق نهضه بركان، ولكن دائما بحضور الوازن ديال العناصر ديال فريق نهضه بركان والانتشار جيد ديالهم كيخلي النتيجه دائما بعد مرور 6 ديال الدقائق 2-0 للنهضه البركانيه امام فريق ستيلين بوش الجنوب الافريقي برسم اقصائيات كاس الاتحاد الافريقي دور المجموعات. لا خوف على النهضه الرياضيه البركانيه سي عبد الغني، لا خوف فعلا، لانه فريق الشوط الثاني فجوج ديال الاهداف خارج الديار، فهذا كيبين بانه لا خوف على الفريق على المستوى الاتحاد الافريقي داخل وجوج في الخارج، فكنظن بانه عنده امكانيات كبيره، عنده لاعبين، عنده اطار تقني، كل الظروف مواتيه باش انه يمشي بعيد في التظاهره ويجيب لنا لاكوب، لانه دائما في هذه المناسبات كيكون قوي. هذا العام ديالو كيبان ليا من البدايه، ما يمكنناش نهضروا، ما يمكنناش دابا نهضروا على مستوى البطوله، حنا مازال يلا كنلعبوا الدوره 12 كل شيء وارد، صحيح انه لا غير في هاد العشرة ديال الدوره 13 الاولى يعني غادي لا يشكو الخصاص، لا يشكو الملامح، عنده استقرار ديالو، نتائجو بعد ديال النقاط كنظن بانه في وضعيه مليحه اللي تخول لي ما عندوش منع من انتدابات. هذا مزيان حنا يكون عندنا فروق دائما بهذا المستوى، لا بركان لا الجيش لا الوداد لا الرجاء لا توارقة لا الفتح لا فاس، يعني حنا محتاجين السوالم زمامرة، يعني هادو فروق اللي هاد السنة كيديو مقابلات في مستوى، حنا ملي كيكون عندك بزاف ديال المقابلات بهذه الطريقه حتى المستوى كيطلع، النيفو كيطلع بزاف، احمد البطوله كيرتفع. نعم سي محمد. نعم يعني الانديه بثلاثه الان كيشاركوا الوداد والرجاء والجيش الملكي في عصبه الابطال الافريقيه، الوداد الان كتنتظر كاس العالم للأندية، النهضة البركانية ويناقش المباراة الآن ولكن بجدية، ومنتصر بجوج الأهداف، عنده جوج في الداخل وجوج في الخارج. بحال داك الشيء اللي بغينا، بحال كنتكلموا على الوداد سي محمد، بغينا تكون نفس الشيء، يعني بحال دابا النهضة البركانية تحت الصف الأول في البطولة، باش كان يمشيو يلعبوا مع فرق قارية كنكونوا مطمئنين، لأن عارفين هنا كنشوفوهم راهم أقوياء جاهزين إلى آخره. داك الشيء باش بغينا حنا ان شاء الله الوداد، وانا سمعت يتمنى امس واحد التعليق كيقول بانه غادي نديروا انتدابات جديده يديروا الى اخره، بغض النظر عن المكافئات ما المكافئات، حنا يهمنا باول شيء هو الحضور متميز ويعطيو يعني فعلا هذاك الاشعاع اللي عطات الكره المغربيه. نعم مشاركه من اجل المشاركه. نعم السي عبد الغني العثماني، مقابلة ديال الراك ورجل بني ملالي، ومقابلة صعيبة الراك قمة هذه، الراك هاد السنة يعني غاد بخطة ثابتة، بني ملال يعني انتصارات ولكن بلو سكور، يعني الانتصارات كنشوفوا 3-4، منظومة تكتيكية في المستوى، المدرب كيدير عمل كبير، وحتى يعني اللاعبين يعني كنشوفوا بانه عنده لاعبين متميزين، يعني مقابلة ما غتكون سهلة بيناتهم جوج نقاط ياك، كنتمنوا بان جوج ديال النقاط، كنتمنوا بانه المستوى يرقى لك الشيء اللي كنشوفوه في هاد جوج فرقي، لانه حتى القسم الوطني الدوره 13 غادي تجمعهم اليوم. كنتمنوا التوفيق لفريق بغات هاد الدوره عند هاد الفرق، ايوا ضروري غادي يتلاقاو ضروري غادي يتلاقاو. سي احمد كيف كتشوف هاد المقابله؟ هاد المباراه حنا بالنسبه لينا بني ملال مفصليه، علاش؟ لان الذي يحتل المركز الثاني اللي هو يعقوب منصور انهزم امس، بقى في 14 نقطة. بالنسبة للوداد الراك عندهم ثلاثة نقاط بينه وبينهم، عندهم 13 وعندنا 16 نعم. بالنسبة مفصلية حنا إذا مقابلة ديال 6 نقاط بعد الفوز غادي يولوا فرق بعد الثاني بخمس نقاط، يعني بحال تقول مشينا إن شاء الله، يعني باش تولي عندك خمس نقاط. بحال دابا كيقولوا واحد التعليق كاين في واحد الجريده الاسبوع اللي فات، هل الراك يستطيع ان
يوقف عن الصداره زعما حكي يربح غادي يولي 16 لكن احنا بالنسبه للفوز اليوم غادي يولي فرق بين الاول اللي هو بني ملال والثاني 5 نقاط يعني الناس الاخرين غادي يولوا يقلبوا على الثالث والرابع والخامس وهذه كما قلت لك ان شاء الله احنا راه من الان حتى لنهايه البطوله الصف الاول ومبروك عليك المنصب الجديد سي محمد مع الاسف الشديد ما الجمهور محروم من حضور ايوا الجمهور محروم كان بغى يقدم لك التهنئه سي الحاج مبروك عليك المنصب انت يعني وحتى داكشي اللي سمعت عليه يعني مفخرة لينا صراحة لانه الله يحفظك الله يحفظك ابو نزار تستاهل كل خير ان شاء الله شكرا لك تبارك الله عليك الان غادي نمشيو لعند السي ابراهيم الفلكي ولكن قبل ذلك كاين عندي واحد النتيجة الدورة التاسعة في الدوري الاحترافي النسوي الدورة التاسعة اتحاد طنجة ينتصر على شباب المحمدية ب 13-0 والدورة التاسعة كرة قدم النسائية لا كرة القدم الدورة التاسعة في البطولة الاحترافية إذن شباب المحمدية المعاناة إناث وذكور جملة وتفصيلة إناث وذكور 13-0 تسعود ديال المباريات اللي يلعب فريق شباب المحمدية تسعود ديال المباريات يعني استقبل 77 هدف تسعود ديال المقابلات أنا بالنسبة لدوك البنات تسعود ديال المقابلات الفريق يستقبل 77 هدف يعني شكرا لك تبارك الله عليك الآن غادي نمشيو لعند السي إبراهيم الفلكي ولكن قبل ذلك كاين عندي واحد النتيجة الدورة التاسعة في الدوري الاحترافي النسوي الدورة التاسعة اتحاد طنجة ينتصر على شباب المحمدية ب 13-0 والدورة التاسعة كرة قدم النسائية لا كرة القدم الدورة التاسعة في البطولة الاحترافية إذن شباب المحمدية المعاناة إناث وذكور جملة وتفصيلة إناث وذكور 13-0 تسعود ديال المباريات اللي يلعب فريق شباب المحمدية تسعود ديال المباريات يعني استقبل 77 هدف تسعود ديال المقابلات أنا بالنسبة لدوك البنات تسعود ديال المقابلات الفريق يستقبل 77 هدف يعني البيضاء كيك من الكورنر كيقول لي احنا دل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ارتباط السي محمد بهذا الموضوع ديال الوداد وكذا في الكأس العالمي للأندية أنا البارح توصل خبر ديال الانتدابات الاستثنائية لشهر واحد لخمسة لاعبين أنا بغيت سؤالي بقى المصريين الآن هما متحمسين لهذه العملية من خلال جولة قمت بها البارح فرحانين باغيني يديروا انتدابات لا غير بلاتي باش نعاودوا نفسروا للمستمعات المستمعين شهر واحد القانون هناك بند في القانون أضافته الفيفا للقانون المنظم لكأس العالم كأس العالم بالنسبة للأندية المشاركة في كأس العالم غير الأندية المشاركة في كأس العالم راه كيسحب الواحد انه هو لاعب في القسم الثاني راه عنده حق يمشي ينتدب خمسة واحد شهر لا غادي يجيبهم يلعبوا في كأس العالم عندهم انتدابات خمسة لاعبين لمدة شهر واحد هذيك جوان جويلية اللي غيكون في كأس العالم فقط نعم وبالتالي تعطي الفرصة للأندية هما بغي هما الفيفا باغا تقلب على أسماء فلوس أسماء لأن النجوم وحتى اللاعبين اللي الفرق ديالهم ما مشاركاش يمكن لهم يديروا انتدابات حنا يهمنا نعرفوا مثلا الوداد واش عندها هذا التفكير هذا الهاجس كما المصريين الان متحمسين الان عينيهم تيقلبوا سوى الدرجه خاصه الاهلي كتقلب دابا على شكون هما اللاعبين نفس الشيء بالنسبه للعين الاماراتي تيقلبوا على شكون هما اللاعبين اللي يمكن يجيبوهم في انتدابات ديال شهر واحد خمسه لاعبين وهذه مزيانه وكنت قلت الخبر ديال مكافحه الهدر ديال الهدر التوقيت بالنسبة للمباريات هناك الفيفا تحت رئاسة كولينا تيديروا واحد التجربة ديال 8 ثواني للحارس اللي تيسقط بداعي الإصابة وتبقى ساقط طبيب الملعب هو الذي يحدد خطورة الإصابة ماشي طبيب الفريق طبيب الملعب يحدد خطورة الإصابة 8 ثواني وإذا كان تيكذب يعني طبيب الفريق يمكن يقول هذا اللاعب راه ولكن الكونتر فيزيت في البلاصة طبيب المباراة الملعب طبيب المباراة غادي يدير كونتر فيزيت في البلاصة ويقولوا لي إما غادي يكون كورنر أو غيكون توش
الاجتهاد الاجتهاد هذا مهم هذا اجتهادات لان شحال بلاتي هو معنا بلاتي ابراهيم بلاتي ابراهيم سعد الغني شحال كيلعب اللاعب مقابله في 90 دقيقه فريق كامل كيلعب شي 20 دقيقه 20 دقيقه ولكن اللاعب شحال مره كيقيس الكره اللاعب كاع 3 دقائق 3 دقائق 4 دقائق 90 دقيقه التوقيت اللي كيلعب الفريق بين 90 54 54 20 دقيقة 54 راه ان ميتون اللعب كله اللعب اللعب ديال المباراة هي 20 دقيقة دابا الان 54 نعم ابراهيم دابا السي العثماني راه بحكم تخصصه كتقني وكمدرب وكمدير تقني في الاحصائيات اللي كاينه راه عنده الاحصائيات اكثر من ذلك حتى عدد هو قال لك 20 دقيقة هي اللي كاينه وكاين اللاعب اللي ما تيلعبش كاع ما تيلعب كيبقى غير في دور وي وداك اللي يعني كيطيح كيطيح وكيبقى ناعس واش كيتبرد واش كيستريح ولا اش كيدير لا ماشي هو تيضيع الانيرجي هو ديك الساعه الوقيته اللي كيطيح وبقى ناعس راه زيد تحب راسو واش تيربح الوقت وتيرتاح هو راه ما تيرتاحش هاي درجه الحراره في الجسم عندها واحد النسبه مئويه الا كانت مرتفعه الجسم كيعطي واللاعب تيلعب مزيان الا كان بارد وجالس سعثماني سيفيد في الحديث اكثر مني فعلا عطيتيني الانيرجي وعطيتيني لاباس باش انني نقول حيت الواحد إلا كان اون فورم في هذيك المقابله هو كيقلب على الكره فين ما كانت كيقلب اما إلا كان كيحس براسو بعيد على لا فورم ديالو فهو كيتخبى داكشي اللي ما يقدرش يتوشي الكره كثير بزاف صعب غني واش غير كيتخبى ولا بعخطات كتنوفو ينوف الكلام ديالو بعخطات كيلوع عليه لسانه ولا بيديه داك اللي تيكون باتو تيكون منهزم قدام المنافسين ديالو كتلقاه تيهضر كتلقاه كيستعمل يديه كتلقاه داك الجو فعلا كل حوايج اللي خصو يعوض بها يعوض بها لانه اين ايكيب اللي كتكون هي اللي مزيانه كتكون فرص كثيره ومني كنقولوا الفرص اذا شكون كيديرهم كيديروا اللاعبين على المستوى اليمين على المستوى اليسار هذيك الاحصائيات هي اللي كتعطينا العدد والكم شحال انه توش هذا اللاعب سا ديبو هذيك المقابله مع من لاعب وضد من ونوع ديال الكومبيتيسيون واش البطوله واش كاس العرش واش مقابله على المستوى عالي ديال لا كوب دي موند كل اشياء هي اللي كتعطينا ليفالياسيون ديال هذيك المقابله هذيك نعم ابراهيم الجديد ديال اولمبيك السي البارح الشروط الذهنيه عدم التركيز هو اللي خلى البارح ان ضربه الجزاء تضيع ثم خروج سجلت الاهداف ثم الكره يعني الحظ ايضا الحظ كان ما عاونش الفرقه ولكن حتى اللاعبين ربما كان عندهم كانت ما مركزينش لان باش تاخذ انذار ورقه حمراء لابدو لاعب زوين ورقيقي اللاعب المدرب تيقوم بتغيير ويدخل رياض رواد السوفير وتيدير حركه تيعطيها دابا الان اللاعبين ولينا تيخرجوا جوج والاسبوع الاخر تيدخلوا جوج وتيخرجوا جوج بحال زعما تيديروا التناوب على 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 الانذارات وعلى البطاقات البيضاء والصفراء راه الحكم ما يمكنش انت تمارس عليه واحد الممارسه ديال تخرج في عينيك ولا تضرب الكره ضرب بحيث انك راه حكم راه قاضي عنده عليك على اللاعبين الوقار للحكم وهو كيمثل ذاك القضاء المتحرك ماشي القضاء الجالس ولا الوقار للحكم وكاين الوقار للحكم الحكم شوف راه الحكام كيتسالوا بزاف راه ما عندوش راه خاصو يفرض الهيبه ديالو يفرض دفع القانون ديالو كيمشيو كيجوقوا عليه واحد هو باغي يدوي مع الفار واحد واقف ليه عند راسه ما كاينش هادشي هذا راه كيعاقب عليه القانون كيديروا شي حركات الحكم التمساني لعب جوج مباريات 13 مقابله ومن الدور السابعه هو ما تيلعبش هذا جانب اخر ولكن مع ذلك ادار المباراه بحنكه اعطانا ضربه جزاء بمساعده الفار اللي كان فيها الذاكر الداد عطانا ضربه جزاء ويمكن ما تبان ليكش ولا تقول لي كاع على الخط ويمكن تقولها ولكن الحاله ديال التسلل حتى اللاعبين ديال المهاجمين ديالنا ما عندهمش ديك القدره على الذكاء انه يكون معاه في الخط ويخرج بعد منه اذا كان هو فعلا ذكي وقاري اللاعب اللي غادي يضرب الكره غالكوفر وغادي يضربها ويلو حالي هذه توا جوانب والفار راه حاضي كل شيء حاضي كل شيء مرة تيكون متفوق وباين
واحد 80-90% ما نقولش 100%، وبعض المرات خاص الحكم الوسط والحكم المساعدين ديال الشرطه وما تيعاونوا، ولكن على اين خاصنا جانب الوقار للحكام الا بغينا هاد السفينه تمشي مزيان، لان الاحتجاج على الحكام والبروفوكاسيون ديال الحكام كتولي تعطيه الصفراء يعطيه حمراء ويخرج الفوضى. غادي نوليو في الشرع اليد. شكرا لك ابراهيم الفلكي زميلي العزيز. غادي ناخذ فاصل قصير ثم ناخذ معنا مستمعاتنا ومستمعينا. نعاود نذكر معايا بالاستوديو اللاعب الدولي والاطار الوطني عبد الغني العثماني والزميل الاعلامي يعني القسم الرياضي مصطفى بوشتا. معنا ايضا انتم 0522 31 33 33 و 0522 30 30 00. نتمنوا ان نستمعوا لاصوات جديده. كاين واحد العدد ديال المستمعات المستمعات يقول لك ودي ما عندناش، حنا راه ما كنختاروش المستمع، ما عندناش التنقيه، لا راه يعني الخطين الهاتفيين مفتوحين، واللي تمكن من ضبط الخط وكان محظوظ راه كيدخل الجسر ديال العبور كيدخل الاستوديو كنستقبلوه، ومرحبا بالجميع. على بركة الله، دائما مواد وفقرات برنامجكم من الملاعب الرياضية الام اف ام، ولا تنساو الموقع الرياضي الشامل ام اف ام سبورت بوايما. الأول المكالمات من سطات سي محمد زيد. سيدي زيد خليه يكون واحد آخر، خليه يكون بالرزة ديالو. الله يجازيك بخير. أكان هدي جميع المستمعين والمستمعات على رأسهم عبد الغني بالخضرة. عبد الغني بالخضرة صديقنا مزيان سيدي. كان هدي جميع المستمعين والمستمعات، ولا كان ممكن وحتى على بغينا يطلبت منك محمد رويشة ودرتي ناسي ناس. انا بغيت منك طالب غنائي ديال الله يجمع المؤمنين ديال محمد درويش. الله يبارك فيك. اغنيه دينيه ديال محمد درويش. شكرا جزيلا لك. كذا ولا شحال اتصاف واش محمد سيدي باش سوقلك. مرحبا بيدي كاسي افريقيا باش تقنوا اجلوا غير حي جاي على الدري صاحب قلت حي عاد اجلوا حي الملاعب باقا ما جاهز. لا ما كاينش، غادي يكون في الموعد ديالو نهار 21 دجنبر 2025 ان شاء الله. ما كاينش. شكرا وكنشكركم اللي دوزتوا لنا ربيع العفوي هذاك لاعب الوداد. مزيان ربيع العفوي. شكرا. مازال غيكون معنا ثاني في حلقات اخرى. شكرا لك خويا. غنمشيو لمراكش ناخذ السي مصطفى. السي مصطفى ما عرفتش شنو الراي ديالو في القرعه، خايف ما خايف شي. السي مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام. كيداس محمد؟ لاباس. كيداس عبد الغني؟ لا خطيك بارك الله فيك. كيداس مصطفى؟ الله يبارك فيك السي مصطفى. بخير السي محمد. الحمد لله. اخو القرعه كانت رحيمه بالنسبه لي انا. ياك وياه هاتي علاش؟ نعم احنا معنا في الطاقم الاخت رحمه وجينا مع رحيمي. ايه والقرعه راه رحيمه مزيانه. مزيان ايوا القضيه نقول السي احمد نجاح. ايه عيننا على العين وعين العين علينا. راه هو كيعرف العين مزيان، وقلنا ليه بالامس العين على العين، ان النادي ديال العين النتائج ماشي هي ديك هاد الايامات هادي. نتمنوا ديك المباراه تبقى حيه. ما نلعبوهاش يكون هذوك مأهلين وحنا لاعبين على والو. علاش؟ كنتمنى ديك المقابله تبقى حيه مع هي المقابله الثالثه. المقابله الثالثه يعني الاخرين يكونوا دايزين كتبقى غير شكليه. نهار 26 زعما اللي يربح يدوز، ربحنا حنا ندوزو بحال العين تدوز ما تكونش ميته. نعم تما القضيه السي محمد. اه بالنسبه لدوك انت دابا الاستثنائيه اللي قال السي ابراهيم فلكي، هذا قانون راه فسروا لنا ابراهيم فلكي. عرفت انا ضد مع الوداد، انا ما بغيتش الوداد تدخل في هذه القضيه. يعني ما تجيبش لاعبين يلعبوا غير ذاك الشهر ويمشيو. هذاك الشهر وذاك الشيء هذاك الشيء كيكون في شي شركه تعتاد الناي، تما الكره ما فيهاش شي شركه البنيه يمكن يدير معاه شهر. هذوك ديال الطوارئ هذوك خاصه الفلسفه تاع موكوينا ما كتقبلش هذاك الشيء. نعم انا نبغي الوداد لابد دير هذه القضيه خاصها تجيب شي لعابه. اول حاجه بعد اكبر انتداب للوداد هو يجيبوا بركان عاد يمشيوا للميريكان. هذا هو اكبر انتداب، ويمشيوا بالبطوله يجيو البطوله ويمشيوا بها للميريكان. هذا اكبر انتداب غادي يعطيهم الثقه. انت عليتي دابا انت عرفتي اش درتي انت عليتي الصف ما كاينش. انا بالكره ثم الا بغيتوا يجيبوا انتدابات انا كنصحهم
نصحنا يتمنى يخسر واحد المليار على واحد ثلاثة لعابات كل ولاد مزيانة، غادي يجيب الحسوني وغادي يجيب مبينزا وغادي يجيب داك الدري داك البرازيلي اللي كان فاسفي هذاك كلاوديو رافائيل داك البرازيلي. نعم هادو هما انت دابا اللي بغيت تجيب الوداد، هادو هما اللي كتقترح انت. هادو هما كلاوديو رافائيل عنده مشكل مع السفير واخا، واش كتقترحهم يكونوا غير داك الشهر ولا ديال شهر ولا لا هو ضد الفكره ديال شهر. انت ضد الفكره ديال شهر؟ هادو بغيتهم يجيو يديو لنا البطوله وكاس العرش اللي تخاصمنا معاه تقريبا 23 سنه. نعم عاد نمشيو للنيري كان من 2001. نعم وانت وعصبه الابطال احنا غادي على المدى البعيد. شكرا لك. شكرا اسي محمد. اسيدي بغيت نزيدك واحد النقطه اخرى فيما يخص بن عبيشه. مرحبا. انا بن عبيشه ما نكذبش عليك ولا واحد الاسم مألوف ولا بحال داك الشكل ديال فوزي البنزرتي، هذيك العوده ديالو ولات بحال انا عزيز عليا فوزي البنزرتي، ولكن ملي جا مكوينه نسيت فوزي البنزرتي. انا ما كرهتش كان كون داروا في محمد فاخير ولا خالد فهاني ولا دريس اللوماري، هذوما اللي بغيت انا يكونوا فين يكونوا ولا على الاقل يكونوا معاه في الاداره التقنيه للوداد. وبن عبيشه ما يكونش؟ يكون معاه، يكون واحد الطاقم كبير عوض ينتدبوا انتدابات يديروا يكبروا الطاقم. محمد فاخر واحد لقيته كان الاقتراح ولكن محمد فاخر رفضوه واحد العدد ما قبلوش. جماهير خالد فهاني ودريس اللوماري هذو ضروري يكونوا في الوداد. دريس اللوماري ايضا في التحاليل ديالو في القراءات ديالو رائع. فهمي ايضا كراجل اللي عنده ثقافه ديال الكره. شكرا لك. شكرا خويا. نبقاو في مراكش وناخذوا معنا السي دريس. سيدي محمد. سي دريس. سيدي العثماني. وي سيدي الحاج مصطفى. كي داير السي دريس؟ كي داير لاباس؟ لاباس عليك. على سلامه سيدي مصطفى. على سلامتك سي دريس بارك الله. يا نبداو سيدي محمد مع سيدي مصطفى هو الاول، انا بغيت نبدا معاه. مرحبا. مرحبا سيدي مصطفى. انا هي من الغنية شنو طاري في الرازه ما بين اللعابه والمدرب؟ مشكل كبير كاين اليوم واحد البلاغ ديال المنخرط مؤسسه المنخرط بلاغ استنكاري من التسيير العشوائي وكيطالبوا بجمع عام استثنائي منخرطين باش يوقف النزيف. يوقف النزيف لان النتائج دائما كتحرك شويه كتحرك ديال القواعد. نعم هذه من جهه سيد مصطفى. هذه مزيانه اي اللي تصحح المسار. هذه ظاهره صحيه كاينه الديمقراطيه. هذا البرلمان ديال الرجاء الانتصار لك الديمقراطيه بالحذافير ديالها. بلاتي سعد الغني تفضل. كاين عندها يعني 8 ديال المقابلات انتصار 5 ديال التعادلات وفيهم 4 بالصفر اللي مثليه وجوج ديال الهزائم يعني الحصيله ديال سابينتو والبدايه غير مطمئنه ديال عصبه الابطال. تفضل السي دريس. ما تتصرفش ما تتصرفش لانه البارح انا اللي بان لي على الزرهوني مع بوتوت انا تيبان لي هذاك الشيء داخلي لانه الزرهوني فاس طاح ديك الطيحه في الكاري وسنطرها ليه السيد فاذا به ما كاين نتيجه في هذيك الشوطه. هذه من جهه ومن جهه هذيك اللقطه باش ضرب لانترينور لوراك مع الارض اشنو السبب؟ هذه وحده. ثانيين ما مقبولاش من المدرب. ما مقبولاش المدرب القلق ديالو كيخلي عنده الا هو ضرب الوراق ديالو لحم في الارض اش يديروا اللعابه؟ يا اخي هذا راه مربي ها هو معنا المربي واش هذاك معقول هذاك السلوك؟ حركه يعني غير لائقه كل شيء كيهضر عليها لانه كان كيشرح ويمكن انا ما كنظنش بان اللاعبين ماشي انتبهوا لي ولكن كانوا غيدخلوا فهو ما بحال اللي حس بهم بانه كاين شوف لان الصور كتنقلها دابا الان لان هذاك الشيء ما بقاش غير بينه وبين اللاعبين الان هذاك الشيء تنشر. انت ملي تضرب الوراق مع الارض شنو اللي بغيتي تقول؟ اللي راه الامور ماشي هي هذيك راك انت اللي مسؤول على هذا الشيء. بدل ما تضرب الوراق مع الارض كتب وخذ القرارات ديالك واللي ما صالحش لك يكون انت راك مسؤول على هذيك التركيبه كتربيهم وماشي بهذيك الطريقه. فعلا سيد محمد. ثالثا واخا راني في التحضيري. لا انا قبل منك انا قاعد دخلت المدرسه. راه الحاج مستسول راني في التحضيري.
تهليت انا سيد محمد. ايوا هو كان طلوع تبني من الليل ما عرفت في 23 ولا هي 22 ياك. فصحت هاد الاتحاد الاخرى ياك في 23 ولا 22 ماشي مشكل. كنا تنسمعوا الو بني من الليل جايه في الطلوع ديالها ولينا بغينا نسمعوا دروك ابتداء من السيمانه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم الو الكوكب جايه. انا عجبك هذاك الانتصار في تشيره؟ نعم انتصار في تشيره بجوج الصفر. عجبني لانه تشيره منظمه كيف قلتي في الاول انت والحاج مصطفى. لان انا نسيت المقر ديالها ساكن حداها راه كون شتي واحد الكلوب ديال هذيك التشيره سيدي محمد. والله القسم لازم ما عرفتي شنو غادي نقول لك المستمعين تيسمعوا لا ديال مراكش ولا ديال اكادير ولا المستمعين الاوفياء الا احسن وكان ديال التيرا فاكادير ومترعتهم رئيس في المستوى وخلق لانه انا مشيت وزرت تم وما عرفت الرئيس ما بينه وبينه انا غير قطعت القدرون ومشيت لتما وشفت المركب في السباحه تاع الدرازه الناريه السباحه تاع الدرازه في السباحه العاديه في واحد الشكل غريب سيد محمد. ايوا مزيان هذه شهاده هذه مزيان هادي من جهة. غير انا اللي بغيت نعاود نقول لك وبغيت نعاود ناكد عليك لا انت ولا الحاج مصطفى ولا سيد العثماني ولا المستمعين الاوفياء الو الكوكب جايه. الو الكوكب جايه شكرا لك مزيان ان شاء الله. الكوكب لا ماشي الكوكب عاد بدا جات اليوم الكوكب راه خاصها تجي راه خاصها تجي راه كينتظر الجميع طبيعي. ناخذوا السي خالد من الفقيب نسا كان غادي يكون معنا السي سعيد القاعدي قطع له الخط. السي خالد من الفقيب بن صالح خالد النور ومساء الوضع ومساء الياسمين ومساء كل موازمين استاذي ابو سهل. مرحبا السي خالد. الله يبارك فيك. انا زيد سعيد تواصل معكم ولا انت ولا خويا الحاج مصطفى الحاج مصطفى ابو سته ولا كل طاقم اذاعه ام اف ام السي عبد الغني العثماني. تحياتي السي عبد الغني العثماني تو عزيز ورائع شكون بزاف على التحيه ديالو الرائعه وتنقول الله يعطيك الصحه. بارك الله فيك سيدي. الله يبارك فيك وما نساش تحياتي للاستاذ المختار المدرب الرائع ديالنا اللي هو السي احمد نازح اللي كنحيي بزاف هذا النظر وتنقول تحياتي لك من قلب بن عمير ودور اسود جماعه بلادي كلهم كيسلموا عليك. نعم ونتمنى ان شاء الله ديالهم بالمساعده ديالهم والدعم ديالهم الفريق رجاء باذن الله ان شاء الله على سلام يكونش القسم الاول وينافس الفرق الكبرى ان شاء الله ويفوز باللقب ان شاء الله يا رب. نعم وباش غادي نقول لكم ثانيا هو اللي كنتمنوا هذه هذيك كثره الاستهزاءات وحنا زيد سعداء ملي غادي نواجهوا قال واحد القوه العظمى ديال كره القدم اللي هو فريق مانشستر سيتي ولا هو جيفونتيس السيد العزوز ولا الفريق ديال العين الاماراتي. سمعنا بعض كاين تيقول ناري ناري الوداد كحسوا اولادي نتمنى ان شاء الله حنا كاين فرق اخرين ونشوفوا الان السيتي عندها ازمات جيفونتيس هي ما بقاش ديك جيفونتيس. ما كاينش هذه ديال في شي مقابله كنقولوا ناري كحلتوها ما كاينش هذا المصطلح هذاك العثمان. المقابله كتبقى ديال ثلاث النقاط. الواقع ديالنا هذا وحنا كنشاهدوا بس مثل اللعابه ديال الوداد بالمرات هما حنا غير بالمجرد الاستهزاء ديال بعض اللاعبين تيضحكوا ولكن الحمد لله نتمنى ان شاء الله في الواقع ديالنا نشوفوا ما يكونش داك الشيء تمثيل ونشوفوا ان شاء الله يمثلنا باحسن قوه ان شاء الله. ونتمنى ثانيا ثالثا استاذ ابو سهل راك شفتوا الماتش كيفاش يجوا منقولين والعالم كيتفرج فينا والماتش فيه 90 دقيقه وتلعبوا فيه نص ساعه ماتش قوات الاستلامات والكاميرا تبين ان اللاعب هو غير تمثيل صناعي اللاعب ما مضروبش عباد الله ودير راسو كلا راه مضروب وتيشوف سمعانو من تحت يديه بحال كوتو يسيتو الحكم اش غادي يعطي كيطل. وات هادي رياضه وراه رياضه اخلاق وراه رياضه سلوك راه من وليداتنا خاصنا نشوفوا المشاهده ديال كره القدم باش الدري يطلع حتى هو نعرفوا اسيدي وهو تيشوف لاعب ديال الكره لاعب محترف عباد الله وتيتفرجوا ماتش ديال الكره في التلفزيون تيشوف لاعب تيستقدر اتقالي اتيت على الجيل اللي غادي نشوفه ونتمنى ان شاء الله تكون دائما روح الرياضه في كل الملاعب الوطنيه. نعم شكرا لك خويا تبارك الله عليك تبارك الله عليك تحيه عميريه ان شاء الله. سي نجيب من برشيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام سي نجيب. سيدي محمد سيدي مرحبا
والله خويا جيت واحد المره حضر القنطره ديال لوطوروت وبغيت ندوي معاك. مرحبا، علاش ندويو؟ وانا راه قرا معايا واحد الاخ ابو سهل محمد في ثانويه بن زيدون عين السوق. واش انت راه كاين خالي ايضا محمد ابو سهل كاين 56 وكان معايا ولد عين السوق نيت وكنا كنمشيو نحفظوا الجميع. على اي تحيه ليك وتحيه للاخ العثماني ولد السي مصطفى بوشتا. مرحبا، هذا شكرا كبير لي انا ينتصب الاذاعه ديال الصديق ديالي وديال الاستاذ ديالي التربيه البدنيه في ثانويه مولاي عبد الله السي كمال الحلو. نعم انا الحمد لله ودادي حتى النخاع والحمد لله القرعه الحمد لله كانت في المستوى. احنا رحنا فريق كبير ما خصناش اكيد شي واحد يستهان بينا. مانشستر سيتي نواجهوها ونواجهوا الجيفونتيس والعين، وباش غادا العين راه معنا راه غادا تحيد عندنا العين ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله على راحتنا من بعد الدول هي عدنا وما فات منهم تفرقه. لا هذوك خلاص هذوك على مشاكلهم عايشين في مشاكلهم هذوك عندهم مشاكلهم هذوك. الحمد لله ونطلب الله التوفيق لفريقنا العتيد وجميع الفرق المغربيه. الحمد لله بركان مشرفان الان دابا راه خارج الديار. نعم الجيش البارح راه في الثالث المارس والراجا كذلك في الثالث المارس وبركان سجلت الثالث بركان غادي سجلت الثالث غنتصل بعبد الرحيم فاك يا خويا تبارك الله عليكم مرحبا بك في كل وقت. غناخذوا معنا السي عبد القادر من تطوان. السلام عليكم السي عبد القادر من باب النوادر. أهلا سي أبو سهل. مرحبا سي عبد القادر. تحية ليلة وتحية سي العثماني وتحية سي مصطفى وتحية مستقبل المكالمات. هما معاك بجوج سي العثماني وسي مصطفى. شكرا سي عبد القادر. سلام حار وكنتينا سي أبو سهل. الحمد لله ربي ونشكروه. إيوا الحمد لله سي الحمد لله. إيوا حنا ماشي مع هذا. كيف كتشوف القرعة؟ كيف كتشوف القرعة السي عبد القادر؟ أنت راك متتبع جيد، أنت في تطوان كتعرف الكرة مزيان. إيوا الكرة حنا ما كنخافوش، حنا الرياضة ما راه 11 مع 11 راه ما كنخافوش. 11 مع 11 ما كنخافوش يا سي أبو سهل. 11 مع 11 وكاين اللي ما 11. وهذا المونديال هذا بقى معايا السي عبد القادر. ناخذ غير الهدف اللي توقع ما في المقابله ديال النهضه الرياضيه البركانيه والنهضه البركانيه المغربيه الان فيستيفال ديال الاهداف. عبد الرحيم فاكر بالفعل زميلي واستاذ محمد ابو السهل الهدف الثالث ديال فريق النهضه البركانيه بصفه رسميه كيحسم النتيجه ديال هذه المباراه. للفوز الثاني كان عن طريق رضا حجي. مباراه الشوط الثاني كان استاذ محمد ابو السهل انخفض هذاك الايقاع وبالتالي فريق النهضه البركانيه المدرب معين شعبان قدم على مجموعه من التغييرات اللي كانت ثلاث تغييرات ولكن اعطت الاكل ديالها. رضا حجي البديل اللي دخل مكان ايوب خيري بقذفه قويه من خارج مربع العمليات كيوقع الهدف الثالث وكتصبح النتيجه على بعد ديال ثلاث دقائق 3-0 للنهضه البركانيه امام فريق ستيلنبوش الجنوب افريقي. وغادي نرجع معك باش ناخذوا النتيجه النهائيه ورجعنا بسرعه للتطوان عند السي عبد القادر. نعم احنا مجرد مع الوداديين احنا مع كلشي. احنا كاين مغاربه كاين راه في الماريز كاين في باريس سان جيرمان كاين في الباير كاين في السعوديه فين ما تكلمت احنا موجودين. كاين هادشي السي عبد القادر معلوم فين ما تكلمتي ماشي غير هذا. وكيف كتشوف المغرب التطواني الان؟ كيف كيبان لك المغرب التطواني؟ ايوا العمري هو ماشي العمري هو ماشي هو ماشي هو راه كيعرف التطوان مزيان نعم. شكرا لك سي عبد القادر. شكرا حتى الخط يعني فيه شويه ديال التشويش. غناخذوا معنا السي نور الدين من سيدي اسماعيل من الزاويه. السي نور الدين سي محمد السلام عليكم. عليكم السلام. تحيه لك وتحيه للمستقبل المكالمات. شكرا. رحب بيا شكرا بزاف. والابن العام كذلك السي مصطفى بوشتا والسي عبد الغني. ها هما معك. بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. الله يحفظك. اي بارك فيك. تفضل. غنهضر شويه على الرجاء. مرحبا. الرجاء شويه عصمونا هذه الايامات اصاحبي.
راه حتى هما معصبين بيناتهم حتى هما راه النتائج ديالهم ماشي هي اللي الجهود المبذوله. دابا كيف تيخرج ديما الرئيس بعد المنابر تيقول انا كنتحمل مسؤوليه انا كنحسب الف خطوه انا ما بان لينا تحسب كاين شي كلاوز كيدار ماشي مدرب قبل 25 ولا قبل 24 500 مليون فين عمرها كانت هادشي شو ما عليك لا هذاك والفرقه بعدا راه فيها مشاكل ماليه وراه دازت من 2016 راه سمعنا راه شفنا التفضيحات ديالو في الجمع العام كيفاش تيهضر قلنا السيد صافي راه يمكن عارف شنو كاين لا هو مثقف هو ولد الفرقه هو تيعرف رجال ولكن داكشي ما ترجمش اللي كنشوف المباشر ما كاينش بوادر ما كاينش كاين هذا الاعصاب وصافي وشي لعابة خصهم يجمعوا راسهم مع هذوما راه تويد الراجل هذا بحال شي صور كنشوفهم يامس لا من المدرب لا من بعد اللعابة كاع اللي بيلي كاع الفرقة هنا لان الحظ ما كيساعدش ولا الظروف ياك عبد الغني وفعلا لان شكون اللي كره انه يكون الان عنده 6 ديال النقاط في هاد لا في الدوري ولا في البطولة الإفريقية ولكن بعض المرات الاختيارات ولا بعض المرات كيفاش كتهندس الفتره القادمه ني داكشي ما كيكونش ني ما كتوصلش ليه وبالتالي وما كتلعبش بوحدك راه كاين فراقي معاك حتى هما هيئوا حتى هما داروا انتدابات حتى هما وجدوا راسهم الهدف الاول ديال سينين بوش. اذا تفضل خويا تفضل. وما كانش يفرطوا في الجناني عند المدرب جينا جاب 9 نقاط ثابت في على الاقل يبقى تفرض صح ولا بالخاطر يتفرض في الطاقم التقني حتى الجناني راه عنده مشكل صحي حتى هو عنده مشكل صحي. اذا شكرا لك خويا تبارك الله عليك غادي نمشيو ناخذوا معنا السي عبد السلام من وزان ونحاولوا نرتبطوا بعبد الرحيم فاكر باش يبقى معنا في اخر ما تبقى من عمر المباراه. السي عبد السلام من وزان دار الضمانه بارك الله فيكم يا مصطفى تحيا خويا ابو السهر كي داير بخير لاباس عليك تحيا لكم وتحيا لكل طواطير التقنيه اللي دارت ان اس ام وكذلك كنشكروا السي نجم حموده في استقبال المكالمه الهاتفيه. نعم شكرا الله يكبر بك كنشكروا السي مصطفى والسي العثماني وكل ضيوف الكرام اللي معك خويا ابو السهر. نعم وزان راه كان عندهم اول ملعب قديم من ملاعب غير الفرقه ما دارتش تما كنت تكلمت معك خويا ابو السهر الله يجازيكم بخير عندنا الله يجازيكم بخير عندنا تبارك الله الدراري ماهرين في اللعب وداك الشيء ولكن الدراري باعين اخويا ابو السهر فهمتي ولا لا الدراري قلتي لي ضايعين ياك قلتي الدراري ضايعين لا تبارك الله يا ربي راه رسالتك وصلت شوف راه انا شقت انا ما قطعتش عليك ولكن راه التغطيه ما يعني صوتك ما كيوصلش كاين تشويش الخط ما يعني غير صالح. ناخذ معنا عبد الرحيم فاكر المقابله تسير للنهايه ديالتها 3-0 اخر اتصال ربما ان الخصم ادرك هدف في اخر الانفاس واخر الثواني والثواني جمرات عبد الرحيم بالفعل زميل الاستاذ محمد ابو سال سيني البوش جنوب افريقيا قلص الفارق عن طريق اللاعب هيثم منعوت هذا اللي سجل ضد المرمى ديالو بحال كان اختلاط امام المرمى كانت قطبه قويه وركنها هيثم منعود في الشباك عوض كان الهدف ديالو هو الابعاد الخطر عن المرمى ولكن الكره استقرت في الشباك ديال منير المحمدي باش كتصبح النتيجه 3-1 على بعد جوج دقائق من نهايه الجوله الثانيه ومن نهايه المباراه بعد ما اضاف الحكم السنغالي عيسى سي 5 دقائق بقى جوج دقائق وانتهت المباراه. نعم بغينا ناخذهم عندك بعض المعلومات يعني في الطقس كنعتقد الحراره مرتفعه لا عكس سري عكس بدايه المباراه كانت الحراره مرتفعه كانت 33 درجه الان الحراره ديال الحراره منخفضه 29 درجه وبالتالي اللاعبين بواحد الاريحيه عكس مباراه الرجاء اللي كانت يوم امس اليوم فريق النهضة بركان لاعبين أريحية أرضية الملعب جيدة كذلك الطقس جيد كذلك الحضور البدني ديال اللاعبين ديال النهضة البركانية في المستوى الكبير واللي سيروا الإيقاع ديال المباراة بشكل جيد كذلك التغييرات اللي كان قدم عليها المدرب خروج كل من أيوب خيري وكذلك يوسف مهري وبول فاليري عطاو البدائل ديالهم اللي كان محمد مرابط وعماد الرياحي
ورضا حجي عطاو ما منتظر منهم، وبالتالي فريق النهضة البركانية حقق الفوز 3-1 في انتظار نهاية المقابلة على بعد دقة واحدة من هذه. نعم سي عبد الغني العثماني 3-1 النهضة البركانية سجلت راسها وسجلت حتى الخصم كاع. والنتيجة كتبين التفوق الواضح ديال نهضة بركان، لانه ماشي سهل باش انك تسجل 3 ديال الاهداف، تسجل 4 ديال الاهداف كاع، 3 ديال الاهداف لصالحه وهدف ضد مرمى حتى العزيز عليك كاع. هذا كيبين بانه غادي بخطط غادي بخطط ثابته، لانه 6 ديال النقاط في جوج ديال المقابلات يعني مرتاح. كنظن بانه يعني ضرب عصفورين بحجره وقدر انه فريق مرشح. كنشوفوا بانه راه في ربع النهائي دابا، كنتمنوا انه ملي كنقولوا راه ربع النهائي يعني تجاوز الدور ديال المجموعات راه كاين حتى الفلوس بطبيعه الحال، لان يعني كل عقبه الا كتاخذ على الفلوس بزياده كل المجتهدين نصيب وبالتالي نصيب. كاين بعض التساؤلات كتكون حول الفلوس، منين كيجيو؟ منين كيجيو الفلوس؟ كيجيو من الاجتهاد. نعم والناس كتجتهد كتقلب كتقلب على راسها. تيبي مازيمبي كان داير ديما البرنامج ديالو الفوز بدوري ابطال افريقيا، لان فيه دائما الفلوس كتدخل ليه الخانه كتدخل. عبد الرحيم شوف عبد الرحيم فاكر واش انتهت المقابله ولا مازال، يعني الفوز هذا غادي يعطي الحماس اكثر لهاد اللاعبين في الدوري فعلا، والفوز ديال والانتصارات في الدوري كتعطي الحماس ايضا في كاس الكاف. هو كيكون برنامج، كيكون مشروع، هذا المشروع هو خدامين عليه نهضة بركان، لانه كان المشروع دائما هو الاتحاد الافريقي انه يمشي فيه بعيد. الان المستوى البطوله فهما الاولين يعني بسبعه ديال النقاط، فكنظن بانه تحول المشروع للجهه الاخرى، لانه انا بالنسبه لي تعطلوا بزاف، لانه خاصهم يلعبوا على مستوى البطوله هذه واحد المده باش ينافسوا فيها. كنظن بانه نهضة بركان عندها الاليات عندها الامكانيات باش انه يمشيوا بعيد في هذه التظاهره، ولكن حذاري في الاتجاه الاخر، راه كاين فريق الجيش الملكي، كاين فرق اخرى اللي غتقدر جايه بقوه وتقدر تخلق لها مشاكل على مستوى الرياضه. نعم عبد الرحيم فاكر زميل وسيري صباح الخير بوسال، نهايه المقابله بفوز فريق النهضه البركانيه 3-1، الاهداف ديال كل من يوسف الزغودي في الدقه 5 والدقه 15 وكذلك رضا حجي في الدقه 83 وهيثم منعوت لصالح فريق ستيلنبوش الجنوب افريقي ضد مرماه في الدقه 83. وبالتالي زميل وسيري صباح الخير بوسال، فريق النهضه البركانيه كيضيف انتصار اخر، الانتصار الاول اللي وقعوا الاسبوع الماضي وكيسير بخطى ثابته، وهذا الانتصار وسيدي السي محمد ابو السال هو رقم 50 في منافسه كاس الاتحاد الافريقي لفريق النهضه البركانيه في تاسع مشاركه في هذه المنافسه الغاليه القاريه ديال الاتحاد الافريقي في انتظار المشاركات في السنوات المقبله في عصبه الابطال الافريقيه. كنتمنوا كل توفيق للانديه المغربيه، الرجاء الرياضي، الجيش الملكي والنهضه البركانيه في المنافسه الافريقيه، ولا سيما ان بلادنا قد احتضنت مجموعه من التظاهرات الدوليه وافريقيه. هنيئا النهضه الرياضيه البركانيه.